المنتخب الأبيض يواصل التحضيرات قبل الرسميات. أحمد العكبري وتمنياتنا بالشفاء العاجل. ديربي بردبي أزرق بموجه العالي. ستة أهداف كاملة في لقاء بنياس والإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في موعد متجدد من جيم أوفر. التشويق يتواصل في دورنا والتنافس يتواصل في دورنا، المتعة والإثارة هي جزء من دورنا. اليوم وصلنا للأسبوع السادس من الدوري، وفي اليوم الأول من الجولة سنتحدث عن أهم من استفاد من اليوم الأول وعن انتصار شباب الأهلي والفجيرة مقابل تعادل عادل بين بنياس والإمارات. قمة الجولة أيضا بين الوصل والنصر كانت مثيرة بأتم معنى الكلمة وحملت في طياتها متعة كبيرة وانتهت بفوز أزرق بثلاثية. كل تفاصيل اليوم نطرحها معكم، فأهلا وسهلا بكم. مجموعة واضحة عندك يا زكراني، عليك بالعمل الفني. مرحلة استقرار هذه المفروض تكون ما يمنع أن هناك تكون أسماء لعمل التنافس. كل كان ينادي بخلفان وإسماعيل مطر والمدرب خلف. اليوم نحن نتمنى كل اللاعبين أن يكونون إسماعيل، روح إسماعيل. إذا أراد نادي شباب الأهلي أن يلحق على المنافسين عليهم أن يختاروا المدرب المناسب والذي يعرف الفريق. ليش احنا نحاول نلف ونروح مكان ثاني ونقول اشاعات؟ لا، نقول وضع الاهلي ليس هو الوضع والنتائج هي خير دليل. هناك مشكلتين، المشكله الفنيه سببها المدرب مع اللاعبين، وهي افتقاد الشباب الاهلي اليوم. المدرب ودع الشباب الاهلي الى الهويه، الى الشكل، الى الجمل، الى ما في شكل، ما في اي شيء. هل في ضمان هناك لو تم تغيير هذا المدرب ان الشباب الاهلي، لانه هو يريد نقول الدوري او ينافس على الدوري، بيتغير ياخذ الدوري كناقد؟ ايفانوفيتش يستمر ولا لا؟ افضل كوره قدموها نادي النصر مع هذا المدرب. انا سالتك سؤال، انا بجاوبك. المدرب مع المدرب هذا مع نادي النصر لعب افضل كوره، وكنا تكلمنا على هالمدرب كيف تطور نادي النصر. رجعوا الفريق كمنافس قوي، منافس ثابت في 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 في, في المنافسه على على البطولات، بعدين البطولات بتيك. قلت لك انا اعترفت بيه قبل ولا لا؟ وين اعتراف فيه؟ انت مع عمرك ما اعترفت بيفانوفيتش ونادي النصر؟ مدرب جيد، ما قلت انا شيء. بس لحظه، لا لا الحين مع الجيد. شاهد خمس مباريات للنصر، هل هناك اخطاء لايفانوفيتش في هذه المباريات ولا لا؟ 100% كان عنده اخطاء، هو جزء، احنا ما اعطينا الجزء الاكبر. لا، الجزء الاكبر جزء الان، جزء تدهور مستواه. انا رايي اليوم التوظيف يتكلم عن ثلاث سنوات الحبيب. عجمان احنا قلنا ما في خوف عليه، فريق جيد، فريق تنظيمه جيد. اليوم المدافعين يسجلون من غير رقابه، من غير واجبات، من هو الهامل اليوم؟ المدرب، اللاعب. ايمن الرمادي حضر المباراه بتاعه واللعيبه معاه احسن من كرونيسلاف واللاعبين. مدرب بنياس اشدنا في تنظيم تمركز المباراه السابقه. اليوم حسن زهران سجل نفس ما تفضلت بروح بدون اي رقابه، اذا هناك قله تركيز من اللاعبين. مو تركيز، شنو يدخل التركيز في الضربه الثابته؟ لاعب يخلي اللاعب روحه، شنو يدخل التركيز؟ يعني الواجب العمل في الوسط والمنظومه الدفاعيه هو اللي ينقص الوحده، انه يعادل يعني ويعطي قوه للفريق في المباريات القويه. اليوم سوء التنظيم وسوء التعامل مع القوه في في في, في الامارات، القوه المؤثره عطى الوحده مساحات كبيره. زي ما سمعتك احترم الناس. خلينا نكمل كابتن رياض، وهذه اول مره ملاحظه واخر مره راهو فيك. انا لو سمحت قلت لك، لو سمحت خلاص كابتن. شوف السياسه نتاعك هذه نعرفوها راهو من زمان، وقت يتكلم الكابتن رياض دش عليه. لو سمحت من فضلك، هم الشركات يبقون والمدرب ينشال واللاعبين الاجانب يستبدلون والناس اللي تختار هي 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 اللي جالسه، زين هي اللي تسوي المشاكل ذي. فريق الوحده منافس قوي، فريق لعب بشكل جيد اليوم. اليوم
4 لعيبه اجانب ولا 1% في هذول الفريق. طيب انتم عارفين ان اليوم الفجيره اكيد بيلعب ضدكم 200 ب200، فانتم يا لاعبين كيف هيئتوا نفسكم لهذه المباراه؟ الحين لما يحك راسه يدخل ابراهيم ماجيكي، ابراهيم ماجيكي يرد عليه يسجل هدف، هيا سجل لك هدف، صرت فيه 2-1، مو نحافظ على الاقل على 2-1. ما قال عمر مرفوض تماما، واعتقد انه يجب ان تكون مع وقفه. يا عمر انت لاعب برست وافضل لاعب في اسيا، من وين؟ من دوري الامارات ومن نادي العين. اليوم الاحسان لا يقابل باعتذار في تغريده يا عمر. المفروض تعتذر تهني وتعتذر للجميع. اخلاقياتك يا عمر خسرتك كثير 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 من الاشياء. عليك ان تنزل وتركع تحت وتبوس الرجال وتعتذر لهم. شارجة عنده خبرة المنافسة. اسم الشارجة يجيب لك التنافس، اسم الشارجة. سابق ليش ما يبقى قبل؟ اليوم يحفزك عبد الله يخليك عبد الله. لا نظلم الشارجة. الشارجة عادل الحسني اليوم انت كيف بتعرف ان الفريق هذا بينافس على الدوري؟ لما يكون حارس مميز. ما هو هدف الوصل السنه هذه بهالحاله؟ ما هو الهدف؟ بدايه المشاهدين الكرام اريد ان ارحب بضيوفنا الكرام من اليمين. كابتن ياسر سالم، مرحبا. مسعود بشرفك. كابتن رضا براوي، مرحبا. سي مسعود، مرحبا. رياض ذوالي، اهلا وسهلا فيك. اهلا مرحبا. دكتور موسى عباس، اهلا وسهلا. طيب، هو خبر نزل على الجميع مشاهدينا الكرام كالصاعقه، ليس فقط على جماهير الوحده، بل كان من عرف احمد العكبري الذي تعرض لحادث سير امس. كاميرا ابو ظبي الرياضيه تحولت للمستشفى، وهناك التقينا بعائله اللاعب. الحمد لله على سلامة أحمد، وإن شاء الله الله يشفيه ويقومه بالسلامة. الله يسلمك أحمد بخير والحمد لله، ونطمنك أموره طيبة، ونقول له الحمد لله على السلامة، ونشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد على التوصية الكريمة، ونشكر إدارة نادي الوحدة، ونشكر الشيخ زايد بن سعيد طول الله أعمارهم عيال زايد، ونشكر الشباب اللي جوا ما قصروا وجزاهم الله خير، ونطمن لهم انهم احمد صحتها طيبه ومن الافضل الى الافضل ان شاء الله. ابشركم ان شاء الله محمد بخير، ودعواتكم له يقوم بالسلامه. وحبيت اشكر اهتمام الاداره نادي الوحده وعلى راسهم الشيخ سعيد والشيخ ذياب، ومو بغريب عليهم عوايدهم، والله يطول اعمارهم يحفظهم، ومشكورين. ما عندنا الحين غير تدعو له بالسلامه، ان شاء الله يقوم بالسلامه، ومشكورين كل من اهتم وسال عن احمد، وكل من زارنا في المكان ولا اتصل واستلم في الموضوع ان شاء الله. يعطيكم العافيه. براشد، الف حمد لله على سلامه احمد، وان شاء الله الله يقومه بالسلامه. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، هذه مشيئه الله. وفي البدايه انا اشكركم على اشكر الاعلام على التغطيه والمتابعه لكل منتسبين المنظومه الرياضيه عموما. مثل ما ذكرت يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. الحادث يعني مقارنه ب يعني وقت حدوثه الى اللحظه هذه في تطور في الحاله الصحيه بفضل من الله، والجهاز الطبي ينتظر بعض الامور الخاصه بالتنفس وخلافه حتى تستقر حالته، وممكن اجراء بعض الصور. فنحن في يعني ظرف مثل هذا، مالنا جميعا الى الدعاء. نعم، وعلى إطار الدعاء أعتقد بأن الإمارات كلها من أندية من لاعبين من جمهور حتى الكل يعني التف حول أنه يدعي لأحمد، وبشكل صراحة يعني يبين محبة الناس لهذا اللاعب، وعيال زايد في وقت الشدائد دائما يلتمون. هذا يعني حال شعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض، يعني المحبة. إذا حد اشتكى من شيء الكل يحس فيه ويكون معاه. نحن نشكر كل مثل ما قلت لك المنظومة الرياضية من أندية ومن جهات رسمية على يعني مشاعرهم الطيبة. أنا بالمناسبة أحب أذكر أن هناك توجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد بمتابعة الحالة وتوفير كل السبل اللي من أجله ممكن يعني
يساعد في 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 تطور حالته الصحيه الافضل بفضل التسهيلات الموجوده ودعم قادتنا وفي متابعه من النادي والوقوف بجانب اسرته في جهاز اداري كامل هنا جزاهم الله خير من جهه النادي موجودين من اول الحادث ونسال الله ان شاء الله الشفاء العاجل. طيب يعني بداية نتمنى له الشفاء العاجل للاعب أحمد العكبري الله يقومك بالسلامة وأسرع وقت ممكن نقول يعني شدة وتزول ومعافى بإذن الله سبحانه وتعالى وإحنا كلنا هنا في الاستديو يعني طبعا الحزن خيم على الدولة بشكل عام وإحنا في انتظار عودتك يا أحمد بأسرع وقت على أرضية الملعب. دكتور يعني نقول بداية الحمد لله رب العالمين التفاف جميل من وهذا شيء يعني ليس بغريب عليهم سواء الإدارة الوحدوية بسعادة أحمد الرميثي أو الأصدقاء والأقارب وعائلتهم. الحزن نعم يخيم عليهم ولكن مشيئة الله صار اللي صار إن شاء الله يقوم بالسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء طبعا نحن ما نتكلم بس عن شارع الرياضي أو الرياضيين لكن مجتمع الإمارات دائما عنده التفاف حول أبنائه وأحمد ابن من أبناء الدولة وأعتقد يمكن أنا كنت معه حتى في المنتخب شاب خلوق مؤدب محترم لكن احنا نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ان يرجع لاهله ان شاء الله فنتمنى له ايضا يعني جمهور الوصل والجماهير الاماراتيه ايضا دائما ما تكون حاضره في مثل حاضره بتعاطفها وحبها للاعبينها يعني نعم التنافس موجود بين الانديه واللي معروف يعني في الشارع الرياضي الضمط بين الانديه ولكن الحالات الانسانيه تختلف سواء كانت وصلاوي أو أي مشجع لأي نادي في الآخر أنت مع اللاعب الإماراتي علينا بالدعاء كابتن نعم الله يقوم بالسلامة علينا عليه بالدعاء نعم يجب أن نكثر من الدعاء كابتن رضا براوي والله ما عندي ما أقول أنا نقول نتمنى له إن شاء الله لحمد وإن شاء الله ما يشوف شره ولا عائلته وإن شاء الله رانتها في أقرب وقت يرجع إن شاء الله ونشوفوه بألف سلامة إن شاء الله هذا ما نتمنى ياسر في البداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أحمد ويعافيه ويطمن 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 أهله عليه ويطمننا نحن اليوم يعني الرسالة الجيدة أن شاهدنا هناك تجسيد التنافس والرسائل الجيدة في الرياضة أن الكل التف حول أحمد من جماهير من لاعبين من إدارات وهذا أعتقد الشيء يعني يمكن يخفف على أهله يخفف على أحمد لما صحيح. يشوفه اليوم نفس ما تفضل الكابتن رضا والدكتور الدعاء هو المهم لأن يعني أحمد أمام مستقبل كبير ونتمنى له إن شاء الله الشفاء والحمد لله إحنا عايشين في دولة خير الله ما لك الحمد الكل يتكاتف يعني ياسر حتى أخوه اليوم يوم سجل تأثر أكيد أخوه يعني محمد أكيد يعني تأثر أنت اليوم البعيد تأثر رغم أنا سجلت على الوصل يعني ايه؟ وديربي بس ولكن على طول ذكر أخوه لحظة الهدف أكيد اليوم البعيد تأثر فما بالك بالقريب فالحمد لله إحنا نعيش في دولة خير ودولة غادتها وشعبها رحيمين والحمد لله رب العالمين نتمنى الله يشافيه ويعافيه ويطمننا نعم. عليه بأسرع وقت إن شاء الله هذا ما نتمناه طبعا وهذا أبدا ليس بغريب على أي لاعب إماراتي أو مسؤول أو هذا الشعب الجميل قضية اللاعب حبيب الفردان أسالت من الحبر الشيء الكثير وانتقال اللاعب من شباب الأهلي للنصر لم يكن انتقالا عاديا كل حيثيات قضية انتقال اللاعب في هذا التقرير أخيرا وليس آخرا حبيب الفردان أصبح حبيب النصراويين مسلسل دامت حلقاته أكثر من اللازم ليتم أخيرا قيد اللاعب مع العميد حبيب الفردان كان لاعبا في صفوف شباب الأهلي دبي الموسم الماضي ثم تعاقد مع النصر ووثق العقد في اتحاد الكرة لكن المفاجأة أنه لم يتم تسجيل اللاعب في كشوفات اتحاد الكرة غادر اللاعب شباب الأهلي ولم يوقع عقدا حلقات المسلسل لم تنتهي ليعود اللاعب إلى النصر بعد اتفاق الإدارتين على العودة بعد إغلاق القيد النصر يحاول تسجيل اللاعب كلاعب حر ويكتشف أن العقد السابق لا زال ساري المفعول لكن الأزرق نجح في تسجيل اللاعب واستخراج البطاقة الرسمية بعد موافقة هيئة التحكيم هي أكثر صفقات الانتقالات تعقيداً في الدوري خاصة
أن هيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم بصفتها استئنافية تقبل الطعن المقدم من شركة النصر لكرة القدم على قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تسجيل اللاعب خلال فترة القيد الاستثنائية. خاتمة القصة أن النصر يقيد اللاعب رسمياً في صفوفه وينجح في تأهيله ليكون أخيراً حبيب الفردان نصراوياً في بداية الموسم الحالي. أسئلة كثيرة تحوم حول هذه القضية التي أثارت من الحبر الشيء الكثير في انتظار ما سيقدمه حبيب الفردان لناديه الجديد في مختلف الرهانات التي تنتظر العميد. طيب عاجل طيب حاجل عاجل رسميا إقالة مدرب الوصل من منصبه كمدرب لنادي الوصل. إذا مشاهدينا الكرام عاجل حاليا يعني حتى يعني وتواصلنا مع إدارة نادي الوصل أكدوا لنا بأن تم إقالة مدرب نادي الوصل. ما أدري في يعني أسئلة كثيرة أنا كمسعود يعني دور في بالي وأيضا المحللين الموجودين عندي النقاد يعني هل الإقالة أتت الآن؟ يعني هل كان ما عندكم مدرب معين تتعاقدون معه فصبرتوا لهذا الوقت؟ وإذا صبرتوا لهذا الوقت طيب شو ذنب الجمهور أنه يخسر من النصر بنتيجة كبيرة؟ يعني في أسئلة كثيرة أنا أتمنى 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 أطالب من وراء هاي الكاميرا يا أخوان ترى إحنا مو يعني إذا نبغى نكلم أي حد في التليفون بس نبغى نسولف معاه ناخذ علوم ترى إحنا مسؤولين عن علوم هذا النادي لجمهوره جمهوره من حقه يعرف فتطلع الإشاعات. كل الشكر لإدارة نادي الوصل إنهم عطونا هاي المعلومة عشان ما تكون إشاعة نسأل حقيقة مش حقيقة. ينضم معي عبر الهاتف سعادة عبد الرحمن أبو شوارب رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر. سعادتك أهلا وسهلا فيك. حياكم الله يا مرحبا وسهلا أخويا. يلا عاد إحنا المرة كلمناك قبل الـ11 عاد إحنا عاد إحنا جدمنا برنامجنا عشانك عاد. الله يحفظك ترى هاي احد الضرائب استاذ عبد الرحمن انك تتواصل معنا على الهواء وعلى البرنامج هذا شوي بنخرب رقادك ما عليه. لا لا حاضر حاضر الله واحنا ويكند بعد ما في مشكله ان شاء الله. اول شيء نبارك لك الف الف مبروك يعني بالاداره الجديده بهذا الفوز على نادي الوصل وبهذا الاداء الجيد بنتيجه 3-1 على والديربي يعني هذا الديربي اقدم ديربي في الدوله. نبارك لكم على هذا الفوز الطيب. يعني المشكله مش مشكله مدرب كما شفنا بعد المباراه اليوم. أنا أسألك الله يبارك في حياتك. أول شيء طبعا أنا ما بتكلم لا عن مدرب ولا عن لاعبين. اليوم منظومة كاملة سواء الجهاز الإداري الجهاز الفني اللاعبين الكل لازم يكونون يكملون بعض والحمد لله يعني قدرنا ننسق بين الأجهزة وهذا والحمد لله جميل. لا لا عبد الرحمن ليش؟ لأن نفس المجموعة نفس الأدوات كانت موجودة قبل جولتين وما ما حققتوا هذه النتائج فطبيعي بيكون السؤال شو اللي سويتوه؟ طول لي بعمرك. شوف اليوم أنت في أي مجال تكون ما بس المجال الرياضي في تلاقي شخص يدير مؤسسة ويجي بعد شخص ثاني يدير نفس المؤسسة تلاقي إنتاجية هذا غير عن الثاني كل حد له وجهة نظر في إدارة المنظومة كانت رياضية أو غير رياضية فقط. جميل. جميل عبد الرحمن أنا لازم أسألك سعادتك عن هذا الموضوع موضوع حبيب الفردان والحدث واللي صار بالنسبة لحبيب كان هناك من لجنة أوضاع اللاعبين أن رفض تسجيل اللاعب ومن ثم استأنفته ومن ثم اللاعب الآن مسجل مع الفريق. يا ريت لو تحدثني شو اللي صار؟ ما صار شيء. طول لي بعمرك نحن رفعنا الأوراق للاتحاد حسب اللوائح والأنظمة والقوانين اللي موجودة في الاتحاد رفعنا الأوراق واستأنفنا في الموضوع وسجلوا اللاعب فقط لا أكثر ولا أقل يعني. السؤال اللي داير في الشارع الرياضي بأن اللاعب وقع عقد ومن ثم رجع إلى نادي هذاك العقد شوف طال عمرك خليني بس كنسلتو اليوم لو كل واحد بيدلي بدلوه وبيقول كذا وبيقول كذا اليوم كان ما سووا هالمحاكم وما سووا النيابة صحيح. وما سووا الأمور هذه اليوم أي قضية لها ملف أو موضوع لها ملف
هل الشخص اللي بيتكلم عن هذا الموضوع هل ملم بكل جوانب الملف هذا؟ إذا ما ملم فطبعا المعلومات بتطلع غلط، لكن إذا كان ملم بهذا الموضوع هو من حقه يتكلم. طيب وإحنا ليش طلبناك؟ وليش عشان نصحح عشان نوضح هاي المعلومه بالضبط. يعني تم الغاء العقد القديم بالنسبه لحبيب الفردان. سيدي الفاضل اخي، اليوم لو نحن، انا بس بجيب لك من الاخر، لو نحن وضعنا كان مو بصحيح ما استلمنا بطاقه اللاعب. يعني وضعكم صحيح 100%؟ يعني وضعنا قانوني 100%، يعني ما ابغى ادخل في التفاصيل لان الوضع قانوني والحمد لله. يعني انا بس احاول قدر المستطاع أكذب الكلام اللي قاعد نسمعه، لأن إذا مثلاً أنت وضعكم قانوني 100%، ليش ما نشرحها على الهواء؟ ترى أنت أنا سيدي الفاضل أخي، اليوم جالس أقول لك، أنا اليوم إذا نحن وضعنا مو بقانوني ما قدرنا نسجل اللاعب، وضعنا قانوني سجلنا اللاعب. هذا السؤال في رجال قضائية موجودة في الاتحاد وهم اللي يتكلمون عن هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي أوراقي سليمة 100%، قدمناها للاتحاد، حصلنا موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعب وعندنا البطاقة ولله الحمد. نعم فقط هذا. يعني يعني انت الديتيلز طال عمرك تتبع الديتيلز، هذا ما ينقال بالتليفون ولا بالتلفزيون، لا في ملف كامل موجود تعال عندي، انا مستعد نطلع لك كل شيء من عند القانون. يا استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، اذا مسعود يبى يعرف ترى لجمهور النصر مش لمسعود نفسه. طبعا انا هذا يا شيخ اقول لك، اليوم وضع النصر قانوني، الدليل ان نحن استلمنا البطاقة وسجلنا اللاعب. نعم تفضل يا السؤال. اليوم ليش اوضاع اللاعبين رفضت تسجيل اللاعب لو كانت الامور مثل لا لو سمحت مثل ما انت تقول الامور كلها قانونيه ونظاميه، لماذا لجنه اوضاع اللاعبين رفضت قيد اللاعب؟ تسمع جوابنا. هذا السؤال طال عمرك ممكن توجهه لهم، هم قول لهم ليش رفضت. ممكن هذا ما توجه لي أنا. شوف هو على فكرة بغض النظر شو ما كانت القضية، الرجل استأنف ورجع اللاعب، إذا ما من حق النصر ما علم المنتخب مش لصالح بس نادي النصر اليوم حبيب، لصالح المنتخب صحيح. لصالح الدولة، وهذا اللي نحن ننظر له. على فكرة أستاذ عبد الرحمن، أوكي على فكرة أستاذ عبد الرحمن، في نقطة بقول لك إياها. أنا طبعًا الدولة هي تدرب بقانون، كل في قانون وفي محاكم وفي مخافر وفي شرطة، الحق ما يضيع. بس صحيح. بعد يعني انا اقول لك يجب الدوله كالاتحاد ايضا ان يعمل، يعني ما كان لازم كل هاللغط يدور. تعرف ليش؟ لان هالوقت احنا محتاجين حبيب حق المنتخب بالضبط. مش وقت ان يبتعد عن الملاعب شهر صحيح او اكثر، لان خصوصا هذا الوقت صحيح. بس انت وهذا انت اللي انا تكلمت فيه، ويمكن انا بعد تسجيل اللاعب شكرت العدلاتي وشكرت الخليفه وشكرت الاخوه في لجان الاستئناف، لان اللاعب داعم للمنتخب. طيب يا سلام عليك، بسرعه ياسر عشان انا بس مسيك بالخير اخوي عبد الرحمن. مساك الله بالنور والسرور، ونتمنى لك اكيد التوفيق. انت صاحب خبره وحققت بطولات كثيره في الالعاب الجماعيه في نادي النصر، وهذا اكيد بيسهل لك المهمه. لكن سؤالي اول شيء، اتفق معاك في موضوع حبيب من اللاعبين اصحاب المهارات والقدرات، وحرام لي اليوم حبيب شهرين ثلاث شهور لم يلعب اي مباراه. فهني المشكله اللي نحن نعاني فيها كثير، وممكن هذا ياثر على كثير من اللاعبين. ترى حاله حبيب تاثر على كثير من اللاعبين. الشيء اللي بسالك يا في نادي النصر، ليش دائما في نادي النصر هناك مشاكل قانونيه في في في, في اللوائح؟ يعني هل بسبب ان الاداره لما استغالت ما اعلمتكم بوضع حبيب، لان هي قدمت عقد وبعدين يعني طاف الموعد مال الاغلاق التغيير؟ دائما نشاهد هناك مشاكل قانونيه في نادي النصر، وهذه يمكن انتم في اول ما مسكتوا الفريق بدات هاي المشكله. ما في هناك مشاكل قانونيه طويل العمر بالنسبه لنادي النصر، نادي النصر ماشيين على الانظمه والقوانين واللوائح اللي موجوده في الاتحاد. نعم موضوع حبيب الفردان انا ما ابغى اتكلم فيه كثير، لان خلاص اللاعب تسجل والحمد لله. نحن اتفقنا ويا اداره شباب اهلي دبي والاخوه هناك ما قصروا، ونحن تعاوننا وياهم وانتقل حبيب لنادي النصر والتسجيل. حلو حلو، انا شاكر لك. يعني انا اقول لك يعني خلاص انت روحك يعني ختمت الموضوع. انا توقعت ان اما يعني عفوا بالكلمه يعني ما عندك الالمام الكامل بالملف القضيه، وانت من جهتك تبغى تكون يعني متخصص، انه مش انا اللي بعلق عليه، بخلي الجهه القانونيه تعلق عليه في النادي، او انت يعني فهمنا ما تبغى تدش في تفاصيله وما تبغى تقول، وهذا شيء جدا نحترمه. انا قلت لك اياه في الاخر، انا قدر المستطاع لازم احاول نعرف القضيه، لان من حق الجمهور يعرف. صحيح من حق الجمهور يعرف. انا بس اقول لك كلمه واحده طال عمرك، أمر. اليوم
من حق الجمهور لازم يعرف كل شيء. وانا انا كنادي النصر اليوم اقول لك نعم اوراق حبيب سليمه 100% وقانونيه واحنا مصدقين واللي قدمناها للاتحاد، ولهذا السبب تم تسجيل حبيب ونادي النصر البطاقه. على عجاله كابتن رضا براوي. مساء الخير اخوي عبد الرحمن. مساءك الله بالنور اخوي. اولا نقول لك مبروك على هالاداء وعلى النتيجه. الله يبارك. انا مانيش باش ندخل في تفاصيل موضوع حبيب الفردان. نعم. كلمه واحده نقول، طالما استلمتوا البطاقه من اتحاد الكوره فنقول مبروك عليكم، وحبيب الفردان يستاهل في اقرب وقت يكون في ميادين، ماهوش في الجالس ما يلعبش اولا. نعم. ثانيا سؤالي لكم. نعم. واتمنى ان النصر ابتداء من مباراه اليوم، مانيش طالبكم باش تاخذوا الدوري، لكن أتمنى يكون من المنافسين الكبار على جميع البطولات التي تدور في دولة الإمارات أولا. ثانيا يبقى على نفس الأداء، رغم الفوز من نوع اللي يغلط بعض أحيان، لكن لما تفوز بدون إقناع وبدون تبدأ الفريق واضح العمل متاع المدرب والإدارة هنا تخاف، لكن على المستوى اللي شفناه اليوم وخاصة مباراة ديربي أنا أقول لكم لابد أن يستمر هذا الأداء لكي النصر يرجع إلى مكانه الطبيعي. جميل، إحنا بنرجع للنصر ونتمنى لك التوفيق يا عبد الرحمن. النصر بيكونون في كل البطولات ونحن هذا اللي ياسين نطمح لليوم. طيب دكتور موسى عباس على عجالة. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. حياك الله أخوي، يا مرحبا دكتور. أنا أعتقد يمكن إحنا لما قرأنا في الصحف ما كان هناك حيثيات الحكم عن بخصوص لجنة أوضاع اللاعبين، لكن اعتقد اليوم بالذات لما عرفنا شو الحيثيات الحكم، انا اعتقد لو حتى يعني من حق حتى لو تم رفض من اوضاع لجنه اوضاع اللاعبين، لكن هناك الاستئناف هي التحكيم. انا اعتقد لا يمكن يعني دائما القاضي لا يحكم بعلمه، لكن هناك اكيد اثباتات دلائل والقوانين. انا اعتقد نادي النصر قدم ان لاعب ما كان عنده عقد، كان لاعب حر، فبالتالي حكموا ان اللاعب هذا حر كان، فبالتالي طلعوا لي البطاقه. هذا انا فهمي اللائحه والقانون. جميل. بالضبط، نعم هذا هو اللي حصل. استاذ عبد الرحمن كان لك حديث جميل وودي مع جماهير النصر بعد المباراه والفوز الكبير على الوصل، وكاميرا ابو ظبي الرياضيه كانت متواجده وصورناك، شو الحديث الاداره؟ الشباب يقولون ابو عبيد شو اللي تغير بالفريق؟ قلت له ما تغير، انتم اللي غيرتوا في الفريق، وجود الجمهور. يا سلام. الجمهور اليوم رقم واحد، هم اللي صح. يعني الجمهور كان حاضر اليوم. الجمهور واللعيبه ما قصروا، لولا هالجمهور اللعيبه ما غيروا. والحمد لله يمكن اليوم انتم شفتوا في نادي الوصل كل جمهور النصر موجودين سواء في المنصه ولا في المدرجات. صحيح. انا يعني هم سبب فوزنا اليوم. نعم. سبب نجاح الاداره ترى جزء منها الجمهور. حلو. يعني ابو عبيد انا. نعم. صدقا يعني اشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا. ومتى ما طلبناك انت جاهز، يعني اذا كانت القضايا موجوده، وشاكر شفافيتك وشاكر وضوحك وايضا تواصلك مع جمهورك عبر القنوات الاعلاميه. شكرا جزيلا. حاضر في اي وقت، ونادي النصر انا اقول بيباننا نحن مفتوحه لكل الاعلاميين للجمهور لاي شخص زي النادي حياه الله. شكرا. اي وقت بدون موعد. شكرا شكرا جزيلا. سعادة عبد الرحمن ابو الشوارب رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر، شكرا جزيلا لك. لحظة بس رياض. طبعا مشاهدينا الكرام مرة اخرى نؤكد ونذكر بإقالة المدرب كونتي روس وتعيين حسن العبدولي مؤقتا في تدريب في مسك زمام تدريب فريق الوصل كما اعلنا في بدايه البرنامج، في طبعا في انتظار التعاقد مع مدرب. تعليق سريع. لما انت تقول لازم نعرف تفاصيل القضيه، فاذا انت تريد تعرف تفاصيل القضيه والجمهور يعرف تفاصيل القضيه يجب ان تتصل بسعاده راشد الزعابي. كل شيء في الدور. رئيس لجنه كل شيء في دور. انا والله اعرف. لا لا بقول لك ما انت رياض لا تزعل من كلامي، بس انت قاعد تعقب على شغلنا. راشد الزعابي رفض يطلع، احمد الفردان وكيل الاعمال رفض يطلع، حبيب الفردان رفض يعلق، هيئه التحكيم في اتحاد الكره رفضوا يعلقون. شو اسوي انا؟ خل اقول لك شو اسوي؟ بكمل لك عادي. انا بقول شو اسوي؟ بكمل لك خلاص. هذا الحكم ترى، هلا قلت لك ترى هذا الحكم. لا دكتور لما يجون هيلك كلهم يرفضون يعلقون. يا اخي انا في إلنا انا اسال. اعتقد راشد مثل ما قال رئيس النادي، قال اذا انا استلمت بطاقه اللاعب اذا انا سليم 100%، انا في دوله السود العداله والقانون. اذا هيلا ما يبون يطلعون يعلقون ليش؟ انا بس سؤالي ليش؟
اقنعني دكتور. لا هي التحكيم دائما ما يطلعون يعني دائما رئيس القاضي ما يطلع. رئيس لجنه اوضاع اللاعبين دكتور. اعتقد راشد الزعابي يمكن في ما في اندونيسيا اعتقد. اعتقد في اندونيسيا. في اندونيسيا اعتقد. منو؟ راشد الزعابي. الحين وقت عندهم الفير يمكن. لا الاخوان في الاعداد تواصلوا معك اللي لكن هو اعتقد اعتقد المنتخب ما ادري دكتور انا لا لا موجود انا انا ما اعرف اذا في الدوله ولا خارج الدوله موجود في الدوله رقم اثنين انا يوم اقول عفوا دكتور يعني انا يعني ايضا يجب ندور السبب للناس صحيح نعطيهم اسبابهم ولكن انا ما بقولهم رفضوا ويطلعون وانا من عندي لا لا رفضوا وكلمناهم اوكي بس ارحب بسعاده المستشار عبد الله المزينه عبر الهاتف ابو مطر اهلا وسهلا فيك بمطار تسمعني؟ سعادة المستشار نعم اهلا وسهلا فيك يا ابو مطر عبر برنامج جيم اوفر يا مرحبا يا مرحبا يا عبد الله المزين طبعا سعادة المستشار عبد الله المزين ابو مطر عبر الهاتف ينضم معنا طيب قضية حبيب الفردان يعني اللي اخذت حيز كبير سواء في الصحافة في الإذاعة في التلفزيونات والتعليق عليها ولله الحمد الولد الحين رجع لنادي النصر ويتمرن وقريبا ما نشوفه ان شاء الله في على ارض الملعب. يا ريت انت من متابعتك للموضوع ومن طقست عن الخبر وبحثت في المواد والقوانين شو اللي تتوقع صار؟ والله في البدايه امسي عليك يا اخ مسعود وامسي على ضيوفك الاعزاء متواجدين معك في الاستوديو وامل ان تكون مداخلتي المتواضعه هاي تحقق اضافه ولو بسيطه في مجال التعامل مع النصوص القانونيه التي تحكم رياضه في الدوله. وهي الهدف المنشود من هذا التواصل اولا واخيرا. لا اعتقد اداره نادي النصر وهي اداره محترفه ان تكون قد قذفت احكام لائحه اوضاع وانتقالات اللاعبين بخصوص تسجيل اللاعب حبيب الخردان. من واقع خبرتي بواقع ما استقريت من الاخبار المتداوله في هذا الموضوع. بمطر عن اذنك بمطر عن اذنك بس الاخوان يعلون لنا الصوت في الاستديو المحللين يبون يسمعون تفضل يا بمطر. من واقع يعني خبرتي وما تداول في الاخبار اعتقد ان لجنه اوضاع وانتقالات اللاعبين قد رفضت قيد اللاعب ليس لكون لديه عقد سابق لم يتم القائه. طيب. اعتقد انا استبعد هذا الشيء ما اعتقد اداره النصر او يعني تقدم على هذا الخطا الفادح. اعتقد وان كنا يعني ما اطلعت انا على اوراق الشكوى وتفاصيلها والامور بس من واقع اللي انا استشفه اعتقد رفضت التسجيل بسبب عدم توافر شرط النزاهه الرياضيه. النزاهه النزاهه الرياضيه؟ نعم. شيء يخصه في السالفه بس معلش. لو ننظر الماده 36 اللي هي لجنه اوضاع اللاعبين اشترطت شروط في تسجيل اللاعب الحر. اول واحد انه يكون عقده اللاعب محترف انتهى عقده قبل انتهاء القيد. طيب. اثنين ان يكون بطلب من النادي وان يكون في شاغر. طيب. القيد الثالث مراعاه قواعد النزاهه الرياضيه. اعتقد ان لجنه اوضاع اللاعبين ترى لها ان النادي كان بامكانه ان ما دام الغي العقد كذا ان يتعاقد معه قبل انتهاء القيد ويقدم على تسجيله قبل ما ينتهي مده القيد الا انه لم يفعل رغبه في نادي النصر في التعاقد معه يوم بيكون لاعب حر مستفيدا من المهله ال 21 يوم اللي تنص فيها الماده حتى يتفاوض معاه او شروط العقد او بعض الامتيازات او اي شيء بالتالي نادي النصر حب يدخل في هذا الموضوع انه يكون عنده مهله التفاوض في هذا الموضوع واستخدم حقه يعني نادي النصر ما استخدم حقه في هذا الموضوع وبناء على هالاساس تعاقد معاه واقدم على قيده كلاعب حر خلال مدة 21 يوم وخلال الستة أيام التي تشترطها المادة 25 من التعميم السنوي الذي يلزم الأندية خلال ستة أيام توقيع العقد أو إنهاءه أو فسخه أو بالتراضي أن يتم إخبار الاتحاد خلال ستة أيام نادي النصر بعد ما تعاقد معه عقب ما انتهت مدة القيد أقدر خلال ستة أيام أو سبع ست أيام المحدد القانون أو خمسة أيام ست أيام وأخطر وقدم أوراقا للاتحاد التسجيل ما أعتقد أنه خالف في هذا الموضوع. طيب أنت الحين قلت لي يعني ما بغوص معك في بنود والأحكام النزاهة الرياضية لم تحضر النزاهة تعتقد من وجهة نظرك يعني النزاهة الرياضية في شو؟ في عدم اقدام نادي النصر على قيد اللاعب خلال الفتره اللي كانت مسموح ما دام القى يعني كان لاعب
ملغي عقده قبل ما تنتهي فترة القيد. أيوة. لماذا لم يقدم على تسجيله خلال الفترة؟ لماذا تعمد على أن تنتهي المدة القيد وبعدين يقدم على التعاقد معه كلاعب؟ طب. على فكرة هذا ما في نوع من عدم النزاهة. ليش؟ لأن كان ممكن أي نادي كان يدخل في الخط ويتفاوض مع اللاعب كلاعب حقوق لاعب. هاي مش ميزة لنادي النصر على هالأساس. طيب شو اللي صار؟ شو اللي صار في الاستئناف خلى اللاعب يرجع؟ الاستئناف نادي النصر بحكم إدارة احترافية أقدمت على عمل بالقوانين واللوائح بالطعن على هذا القرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين طبقا للمادة 4 أمام هيئة التحكيم وقرروا على أساس أن الحكم هذا لجنة أوضاع اللاعبين خالفت اللوائح في هذا الموضوع وحسنا فعلت هيئة التحكيم في إلغاء القرار وقيد اللاعب. طيب. خاصة وأن لازم نوضح شيء في تعليمات الاتحاد الدولي يعني لاعب يعني ما بسجل يعني هذا مصدر رزقه مصدر عيشه كيف أنا بحرم من هذا الموضوع خلي دون عمل يعني حسنا فعلت هيئة التحكيم في إلغاء هذا القرار وتصحيح طيب. الخطأ. واضح دكتور على عجالة لأنه ما عندي وقت. سعادة المستشار السلام عليكم. يا مرحبا دكتور. يا مرحبا استاذ سعاده المستشار. اعتقد في فتره القيد كان حبيب كان في مع شباب نادي شباب الاهلي وكان عنده عقد مع النادي النصر. النادي النصر الغى عقده قبل فتره القيد التسجيل يعني. نعم. وبعد ذلك شكما انت تفضلت خلال 6 ايام عمل لما لقيت اوضاع اللاعبين رفضوا اعتقد لما رفضوا لما هم حصلوا ان عقده ساري حتى الان على سيستم على النظام هذا السبب. ما اعتقد هذا هو السبب. ما اعتقد هذا السبب. اعتقد ان لجنه اللوهات ما اعتقد ان هذا يفوت على اداره نادي النصر. ما اعتقد هذا السبب في الموضوع. هاي اساسيات في بعض هناك شروط لابد ان تتوفر يعني قبل ما يقدم اصلا اللاعب مسجل لاعب حر كيف يكون في هناك عقد ريال لاعب يعني واضح المساله. لا ساعه المستشار هو اصلا لاعب حر يعني تشوف لا مش حر عنده عقد معلي. كان عنده عقد مع النادي النصر موجود ما بعد بس عفوا اي برافو عليك صحيح تم الغاء العقد. النادي النصر في شهر 8 لما عملوا عقد مع اللاعب بعثوا العقد لاتحاد الكره ايوه مسجل وتم في النظام في السيستم في اتحاد الكره ان حبيب عنده عقد مع النادي النصر بس مش فلما هم اسمح لي المستشار لما تم بالتراضي الغاء العقد ما بلغوا نادي النصر اعتقد اتحاد الكره تم الغاء العقد نادي النصر تقول صح الكلام صح التعميم عنده 6 ايام يعني ملزم خلال 6 ايام يخسر النادي يخسر الاتحاد ايوه حق الماده 25 من التعميم كلامك صحيح هم ما بلغوا الاتحاد تلتزم الانديه بتقديم ما يفيد توقيع ملحق عقد او انهاء او التراضي او المفسخ على حسب 6 ايام عمل كلامك صح على حسب المادة أنت لو ما بلغت الاتحاد لكن ممكن لك غرامة ما أعتقد هذا السبب لأن السيستم لف فيه ما بيقبله ما أعتقد هذا السبب أعتقد أن العقد ألقي قبل ما تنتهي مدة أكيد تلقيت. أكيد ميمي أنا الحين ترى أقول لك تم إلغاء العقد يا سعة المستشار لما هو راح نادي الأهلي هو متفق معه أثناء الفترة هم ألغوا العقد كلام صحيح لجنة الأوضاع اللاعبين لما شافوا في السيستم أن العقد موجود فنادي نصر لما راحوا الاستئناف ودوا لهم ادله والبراهين ان تم الغاء العقد قبل بمطر فتره القيد بمطر اوصل لك وجهه نظر دكتور لحظه دكتور عن اذنك نعم. دكتور يقول لك لم يتم التحديث في النظام الخاص بلجنه اوضاع اللاعبين صح هذا لا 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 صح الشار انت كلامك صحيح فعلا هو تم الغاء العقد اثناء فتره ولكن لم يتم التحديث في النظام دكتور ايوه النادي النصر لما راحوا الاستئناف هيئه التحكيم معاهم ودوا الاثباتات والادله والبراهين ان هذا اللاعب تم الغاء عقده في السابق نعم بس ما تم ابلاغ شو الاتحاد فبالتالي في غرامه في ماده من المواد في غرامه فقط فبالتالي تم تسجيل اللاعب في الاستئناف دكتور منو 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 ما بلغ يعني النصر نادي النصر الغى العقد بس لحظه دكتور عشان انا بفهم بطريقتي تفضل أنا هذا قراءتي للوائح النصر ألغى العقد أنا قراءتي هذا ممكن أكون مخطئ لكن قراءتي النصر ألغى العقد نعم راح ألغى قبل الإغلاق قبل الإغلاق نعم وراح يوم بيسوي العقد الجديد
لما بعث لجنه اوضاع اللاعبين لجنه اوضاع اللاعبين قد راوا ان في السيستم ان نادي النصر ما زال مرتبط مع بعقد ايوه لما ما في تحديث في السيستم لما راحوا السيناف قالوا لا احنا بالتراضي قبل 2 اكتوبر احنا الغينا العقد زي ما يقول المستشار كلامه صح واضح عندك نقطه تقولها بصراحه لا يعني الدكتور يبين لنا انك مداخل قانونيه طلعت وتسجل اللاعب لان السيستم غلط ما اعتقد هذا السبب لان نحن امام واقعه قيد لاعب حر خلال فترة 21 سنة جميل بالتالي يستتبع أو يشترط في هذا الموضوع أن لا يوجد هناك حق عقد صح معروف معروف ما عنده عقد صح كلامه صحيح ما عنده عقد هو سعادة المستشار سعادة المستشار سعادة المستشار عبد الله المزينة أنا أشكر جزيل الشكر على تواجدك معنا والتوضيح وهالقراءة شكرا جزيلا لك استعدادا لكأس آسيا التي ستنظمها الدولة في بداية السنة القادمة خاض منتخبنا الأبيض معسكرا إعداديا في مدينة برشلونة الإسبانية آخر تحضيرات المنتخب في هذا التقرير أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة مبارياته الدولية بمعسكره المقام في مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 والتي سيلعب فيها الأبيض بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلاند أجواء من التفاؤل حضرت في معسكر الأبيض وسط حماس منقطع النظير من كل البعثة المتواجدة في إسبانيا واختتم الأبيض مبارياته بالخسارة من فنزويلا بهدفين دون رد المنتخب الفنزويلي صاحب المرتبة 31 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشهر أغسطس وكان منتخبنا الوطني أنهى مباراته الدولية الودية الأولى أمام منتخب هندوراس بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في تجربة جاءت مفيدة للأبيض الذي قدم مستوى فنيا رائعا وسنحت له العديد من الفرص وأظهرت كذلك الانسجام الكبير بين اللاعبين مع بعضهم البعض واستيعاب أكبر لطريقة وأسلوب اللعب سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية معسكر إيجابي وصورة من التآلف تظهر على وجوه اللاعبين وجدية واضحة في المعسكر في الطريق نحو أمم آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل كل شيء يبدو في أفضل صورة فالأبيض من يوم لآخر يتوهج عطاء نجومه في معسكر برشلونة المثمر وتعد هذه التجارب مفيدة لحد كبير خصوصا وأن كل اللاعبين تواجدوا في المعسكر وكان الانضباط حاضرا منذ الصباح وحتى المساء بجدية وثبات بحماس واهتمام بصورة من التكاتف من أجل أفضل استعداد للأمم الآسيوية المقبلة التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل
كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني في هذه المرحلة، وبالتحديد هذه المرحلة القلوب كلها مع المنتخب، كلنا متكاتفين مع المنتخب، كلنا متفائلين إن شاء الله لأبعد نقطة في كأس آسيا. نتمنى حتى يعني ما نودع الكأس، الكأس تميني في البلاد. ورحب بالدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم. كابتن أهلا وسهلا فيك. مساء الخير يا مرحبا، أهلا وسهلا دكتور. مبروك الفوز اليوم. لا ما عليه، شوي بعيد عن الأندية. لا لا اليوم لا لا، أنت توعدنا خلونا على ال... بس لاعب أشهر من نار العلم يعني ناديك هذا. ما هو مشكلة صحيح، أنا كنت لا بس إيه طيب. لا لا بالعكس بالعكس، أنت رجل الدولة الآن في اتحاد الإماراتي لكرة القدم، نتمنى لك كل التوفيق طبعا. وعلى عجالة بس عطني يعني ما مدى رضاكم على المعسكر الأخير المنتخب، المباريات الودية والاحتكاك اللي صار، ونظرتكم المستقبلية لكأس آسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية طبعا أشكركم على متابعتكم الدائمة للمنتخب. أعتقد هذا المعسكر بيّننا كثير من الإيجابيات، نذكر منها جاهزيه الاعداد، جاهزيه الفريق من الناحيه البدنيه، واعتقد ان المدرب قدر يعني يشتغل على تركيز، نوع من التركيز في هذا المعسكر بعيد عن الضغوطات الموجوده داخل الدوله. والحمد لله قدرنا ادينا مباريات جدا قويه مع فرق قويه، هم اعلى منا في الرانك في الفيفا، والحمد لله ادينا مباريتين. انا اعتقد ان طلعنا منهم باستفاده وجاهزيه، واهم استفاده كانت ان اللعيبه قدروا يدخلون المود او قدروا يدخلون أجواء كأس آسيا مبكرا إن شاء الله. كابتن طبعا أنت كنت يعني متواجد في هذا المعسكر، متواجد على الأرض كما أنتم دائما يعني متواجدين، ويعني وحرصكم على الظهور بأفضل صورة في المناسبات الكبيرة والمناسبات العالمية. كيف يعني لامست اللاعبين، المدرب، روحهم؟ أكيد روحهم عالية، أكيد يبون يسوون شيء للوطن، ولكن أنت كيف لامست هذا الشيء على أرض الواقع؟ شوف، أول شيء طبعاً أنا حبيت أشكر سعادة عبد الناصر الجنيبي رئيس الاتحاد، رئيس الرابطة ورئيس اللجنة الفنية على متابعته المباشرة هذا المعسكر. وأشكر إخواني الأخ راشد الزعاب، الأخ هاشم زرعوني على متابعتهم أيضاً. هذا ولد لنا نوع من المتابعة من الاتحاد، ودللوا كل العقبات اللي كنا نواجهها في هذا المعسكر. بالنسبة للاعبين أعتقد أنهم أنا يمكن كنا اتفقنا يعني، وكنا كان مرافقين لهذه البعثة، شفنا يعني ما شاء الله عليهم عندهم روح، زيادة التلاحم ما بين اللعيبة، زيادة حبهم لتأدية التمارين بنوع من الجدية والإصرار، للتعويض يعني مثل ما نقول الفترة اللي كانت سابقة يمكن ما كان الإعداد لهنا، كانت بداية الموسم، لكن أعتقد هذه الفترة أعتقد أنه كان هناك نوع من زيادة في اللياقة، زيادة من الثقة في النفس اللاعبين، يعني قدموا مباريات ما شاء الله عليهم جيدة. واعتقد ان هذا تولد او هذا ان شاء الله بينعكس على جاهزيه اللاعبين في الفتره القادمه. نعم. ان شاء الله بشوف. ما مدى تعليقك على بعض الاحاديث اللي في الشارع الرياضي، وانت لاعب قدير ولك صولاتك وجولاتك، على نوعيه المباريات الوديه؟ لان انت اكيد تتابعون الاخبار والسوشيال ميديا، يعني هناك من استاء من الاحتكاك مع هالمنتخبين، انت شو تعليقك؟ والله شوفوا يا جماعه، ترى احنا المباريات ما نعدها في يوم وليله، احنا المباريات يمكن عادينا صار لنا اكثر من سنه ياسين عند المباريات، والمباريات لا تتم باختيار فرد او فردين، بل العكس اختيار المباريات تتم من قبل الجهاز الفني وبناء على مستوى الليفل اللي عندك. يعني طبعا انت بتلعب في مباريات اول موسم في فرق بتكون يعني ما تقول مستوى اقل عن مثل ما تقول شهر 11 و12. طيب فانا ما اروم يكون عندي ليفل مال مستوى اللياقه تعبان والعب مباريات قويه مع فرق قويه. جميل، هذا واحد. ثاني شيء طال عمرك، اعتقد المباريات اللي لعبناها المباريتين الاخيرتين اعتقد ان فريق الهندوراس، فريق هندوراس ومدريد فنزويلا من افضل الفرق الموجود في الرانك العالمي، يعني فريق هندوراس كان بيتاهل لكاس العالم، يعتبر من ضمن فرق الكاس العالم لو ما خسر اخر مباراه مع استراليا، وكذلك فريق فنزويلا يعتبر من احد الفرق اللي تسبب حرج للفرق الكبيره في امريكا اللاتينيه. فاعتقد احنا مستويات اللعيبه ما اعتقد انها ضعيفه، بالعكس. طيب اعتقد انها مباريات قويه وفي الليفل اللي احنا موجودين فيه، لكن قبل البطوله احنا نحاول نرقي او ليفل اكثر من هذا، اقوى من هالفرق ان شاء الله في الشهر الجاي، فاحنا نمشي على رتم معين ووفق امكانيات ودراسه معينه، مش يعني ما اخترنا هذه الفرق عبثا. دكتور، عدم نقل المباراه على الهواء مباشره، يعني ايضا احد الاشياء اللي كان صار عنا الحديث، يا ريت لو بس لو توضح لنا يعني الاسباب الرئيسيه من هذا الموضوع. لا اعتقد ان عدم النقل ما اعتقد ان احنا كنا
عندنا مانع، بس اعتقد انه كان في اشكاليه بين الشركه او الفرق الثاني الماديه اللي تبارك، يعني ما كان من جهتنا ما كان عندنا احنا مانع، بس اعتقد الطرف الثاني ما كان. نعم يعني اشكاليه مع اللجنه المنظمه. نعم هذا الحديث انه يعني زكروني يعني فضل ان لا ينقل انه يكون يعني معسكر مغلق والمباريات ما تنقل، هذا حديث مش صحيح. لا مش صحيح. طيب دكتور نتمنى لكم كل التوفيق، احنا نتمنى الامارات كل التوفيق ان شاء الله في هذا يعني البطوله الكبيره ان شاء الله، والله يوفقكم واحنا معاكم ترى وموفقين باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك. العفو. دكتور حسن سيل عضو لجنه المنتخبات باتحاد كره القدم، شكرا جزيلا لك. قمة لقاءات الأسبوع السادس من دوري الخليج العربي دارت بين الوصل والنصر، وآلت نتيجة شوطها الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف في كل شبكة، لكن الموج الأزرق انتفض في الشوط الثاني لتكون دبي زرقاء الليلة. قمة اليوم الأول من الأسبوع السادس من دوري خليج العربي جمع اللونين الأصفر المستضيف والأزرق الضيف، وبين هذا وذاك ديربي بار دبي تحلى باللونين والجماهير وزادت في جمال الملعب في لقاء الديربي الرائع. التركيز كان بادياً على المدربين قبل اللقاء، كونتيروس ويوفانوفيتش كان يعلمان أن الخسارة ممنوعة لعدة أسباب في هذا اللقاء. الدقيقة 11 كرة روز الرأسية كانت قريبة من افتتاح التسجيل للعميد، الدقيقة 20 تمريرة رائعة وفينيسيوس دليما يتحصل على ورقة صفراء بعد هذه اللقطة، الدقيقة 24 وكايو كانيدو يضيع فرصة ذهبية لتسجيل أول أهداف اللقاء، لكن أسرار العميد كان أكثر واقعية وخليفة مبارك يسجل هدفا أولا للأزرق. سجل أولا للعميد، نعم العميد يضرب بيد من حديد. بعد دقيقتين فقط كايو كانيدو يطالب بركلة جزاء، لكن الحكم استنجد بتقنية الفيديو ليرفض ركلة الجزاء، وبينما كان الشوط قريبا من النهاية مدافع آخر يسجل هدف التعادل للوصل لينتهي نصف الأول بتعادل الفريقين بهدف في كل شبكة. في الشوط الثاني لم تتغير الأحوال رغم اقتراب الإمبراطوري من الهدف الثاني، الدقيقة 54 فابيو ليما يضيع فرصة ذهبية أكدت أن الوصل لم يكن في يومه إذا لم يكن ليما في يومه. البديل العكبري يدخل ويسجل الهدف الثاني لفريقه الأزرق، وكأنه أراد أن يهدي لأخيه هذا الهدف الغالي، هدف أثبت أن الموج الأزرق لا يستسلم في مباريات الدوري. العكبري يعيد العميد للتقدم مرة أخرى، هدف لم يشبع العميد الذي أضاف هدفا ثالثا عن طريق نيجريدو برأسية قضت على الأحلام الوصلوية في العودة في النتيجة، لينتهي اللقاء بثلاثية زرقاء وخيبة للإمبراطور في دربي بار دبي. طبعا مشاهدينا الكرام قبل ما نخوض في تفاصيل إقالة المدرب كونتيروس والفوز العريض لنادي النصر، الجمهور الوصلاوي حزين جدا وغاضب جدا، نتابع هذه اللقاءات مشاهدينا الكرام لجمهور الفريقين ومن ثم نعلق. نزيف نقاط عندكم وفريق مو بنفس المستوى، والله سوء اختيار من المدرب، يعني وين المشكلة في الوسط؟ المشكلة في المدرب بس، غير المدرب ممكن يحل لكم الأزمة هذه؟ لا في اختيارات فنية غلط. في البداية الحكم من أول المباراة وايد ظلمنا، يعني هل يعني أوكي الحكم، طيب كل المباراة اللي طافت حتى نفس الشيء ما كان في أداء، والله شو تباني أقول؟ دفاع الوصل تعبان، يعني دفاعهم إدارة ما عندهم، دفاع ما عندهم، يعني أقول دفاع ما عندهم، أقول خلي يغيرون الإدارة، أقول إن محمد العامري أحسن إداري
وكل الجمهور يردون عليه، هو ما يخصه. اللعيبه اللي يلعبون في الملعب مو به، هو جايب لعيبه صح، لكن اللعيبه اللي يلعبون في الملعب والمدرب ما يعرف يخطط. يبان المشكله عند منو؟ عند كل المدرب واللعيبه. كابتن رضا، التوقيت، توقيت إقالة المدرب كونتي روس صحيح سليم؟ أنا بعطيك كل التساؤلات، يعني صحيح وهل الوقت صحيح قبل ما يروح الدوري؟ هل الوصل قاعد يفكر مدرب أحسن عشان ينافس على الدوري؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، التخبط اللي قاعد يصير في نادي الوصل من بداية هذا الموسم، إذا تسمح لي تعطيني دقيقة زايدة. لا لا، عندكم وقتكم الحين. عندنا موضوع الوصل، أنا مخي تضرب في موضوع الوصل بصراحة. يعني أنا من عام 81 نعرف الوصل. بس قولي شو السبب ليش مخك ضارب؟ لأنه بصراحة أنا مثلت الوصل كأنه إنسان، حاشاكم العفو، يعني إنسان مريض عنده مرض مزمن، وكل مرة كل سنة نجيب دكتور ويعالجني ونجيب دكتور ويتعالج وبقيت على نفس الحالة. في 2016-2017 نصحني واحد، قال لي راهو فيه دكتور زين اسمه رودولفو. جاء هذا الدكتور رودولفو، بديت نحس وأنه بديت نبرة، بديت نشفة، بديت نشم في ريحة الحياة. مركز ثاني، مركز ثالث، جيني واحد يقول لي لا هذا رودولفو راهو مش هذا اللي بتشوف أو غالي عليك ولا شنو. هاني رجعت لنقطة الصفر، رجعنا للمرض. بس هو طالب ما يهمنيش. لحظه شويه، شوف كلمتي. بس بعد عندي ميزانيه معينه. كان جاي مش اللي طلب المدرب يعطيه. سعود، شوف سعود اللي يحب الليلو يسر لي الكل. هاو جا للنقطه، هاو جا للشباب الاهلي، هاو جا للشباب الاهلي، لان اختلف. على شو اختلف؟ يعني مع نادي السابق. انا ما نحبش اللي قبل شباب اهلي دبي. سعود انت تو جبت لي على النصر، وانا نحكي لك على الوصل. الوصل مثلا هاي مشكلته. لا لا، زين. انا ما قاعد دافع عنهم، بس قاعد اعطيك المبررات. يعني المبررات اذا انا ما نعرفش ليش، اذا قال لك انا بهالمبلغ الفلاني ما بقعد معاك. انا ما نعرفش ليش. الطبيب اللي عالجني وانا 10 سنوات نعاني من مارادونا كالديرون ما ادري مين جابوا، توصل للترتيب الثامن والتاسع الوصل. يقول لي تشبيكم نسينا تاريخ الوصل، الى اللهم نسينا. وهالسنه ما يبشر زين يعني. وقت جاني انا انسان وحطني على السكه، شو المشكله يعني؟ عبارة الدكتور هذا غالي والدكاترة تختلف راو. صحيح ولا مش صحيح؟ أنا الدكاترة مثلهم زي المدربين، في دكتور ينجح معك وفي مدرب ينجح معك وفي مدرب ما ينجحش معك. أنا ما نجمش نقول كانتي روس عمره ما كان مدرب، عنده سي في زين لكن مش هو المدرب المناسب ليك. أوكي الحين العفو، تقول لي توقيت شيلان المدرب، ما هي أهداف الوصل الحين؟ الحين 6 جولات مهزوم مباريتين، كم؟ 3 مباريات. ما هي اهدافك يا الوصف؟ بينافس على الدوري مع المدرب الجديد؟ من المستحيل، من المستحيل. ما تحب نتكلم الواقع ولا لا؟ فما ناس تزعل من الواقع، انا نتكلم بالواقع يا ولدي. انا اقول لك الوصل انتهى الموسم الا اذا في برمجه. وهنا مشكلتنا احنا ما نعرفوش نصبروا. أجيب مدرب المناسب ونعطيه الوقت ويجهز لي الفريق. تعب حجرتك الوسط. بعد سنتين ثلاثة. اشرب ماي وخذ نفس وبرجع لك تكمل إذا عندك نقاط معينة. برجع لك. تفضل. لبس. صح يا كابتن. المشكلة مش مين مش المدرب. جيب مدرب مش مشكلة. طيب المشكلة ليس المشكلة مين هو المدرب. هنا الاختيار، مين هو المدرب؟ عشان يسخر الادوات الموجوده الحين اللي هو ما طلبها. انا لما التو نادي الوصل باش نشيل كانتي روس ونجيب مدرب، مانيش طالبه باش يعطيني بطوله الدوري. صحيح. لكن ليش قلت لك ما هو هدف الوصل بعد شيلان كانتي روس؟ اليوم شال كانتي روس، بكره شو الهدف مدرب. الصحيح للوصل لازم يكون بعد ما شال المدرب بالنسبه لي انا وبجيب كناقد. نعم شنو كناقد بالنسبه لي انا؟ نعم. على اداره الوصل ان تعرف تختار المدرب المناسب ويجهز لي فريق، يجهز لي فريق منافس. حلو. طيب مشاهدينا الكرام، يعني انا وصلتنا بس بعض الاخبار او اخبار في السوشيال ميديا، يعني احنا ايضا من واجبنا ان
نوصل الصورة الصحيحة والخبر الصحيح لمشاهدينا الكرام وعشاق كرة القدم. كان في حديث أن بعض من جماهير الوصل راحوا عند إدارة الوصل يطالبون السيد راشد بن قحيد ومحمد العامري، يبون اجتماع، يبون يكلمون، مستائين، غضب. هذا الكلام غير صحيح. حدثني أنا مراسلنا سعيد المعمري عبر الهاتف، أشكر جزيل الشكر اللي تواصل يعني في تواجد في النادي لفترة متأخرة جدا بعد المباراة. قال لي مسعود ما كان في شيء، كان في خلاف بين اثنين من الجماهير، من الجماهير وصلنا نفسهم كانوا مختلفين على شيء، اتجمعوا الشباب يقولك حلوها المشكلة، هم يعني الجمهور منهم من نفسه حل المشكلة بدون ما توصل رجال الأمن أو الشرطة، يعني ما صار شيء. هذا الكلام غير صحيح. سعيد المعمري مراسلنا كلمني وعطاني هذه الأخبار. دكتور يعني احنا ما نبى نقلل من شأن فوز النصر. لا برجع لك. لا لا مش علي انا، اسال الدكتور. نعم نعم على الموضوع هذا، الموضوع بتاع المدرب. مدرب بسال انت ما رايك انت في الوصل؟ كان بين السنه دكتور. لا لا معناتها المدرب الجديد اللي يجي. ايوه كنت بسال ترى الوصل قادر ينافس بهالوضع هذا؟ مذيع رضا براوي سالك. لا طبعا هو شكل ما قال كابتن رضا كلام سليم. انت يعني نادي الوصل صار له من 2007، انت كنت ما بين انك انت ما بين العاشر التاسع الثامن ما كان لك، واخترت المدرب الصح في الوقت الصح، ومن المدرب ماشي معاك جيد اللي عرف كل جزئيات الفريق. انزين وفي نفس الوقت لاعبين الاجانب كانوا على نفس التركيبه، ترى مش موضوع انك تجيب ممكن يكون لاعب مهاري وايد جيد لكن مش مع هالمجموعه، مع مش مع هاللاعبين. على فكره تصديقا لكلامك لاعب بوتش مسمينه مارادونا تشيلي يا ابو الوصلاويه ما فادهم خير شر يعني قاعد معاه 14 سنوات. المدرب لما نحن قلنا في الموسم الماضي لما جاء الاخ حميد هنا قلنا له تغيير المدرب، قال والله ان المبلغ مالي مثلا. الان انت غيرت المدرب هذا من جانب يجيك مدرب الاخر. انا اسالك سؤال يا استاذ مسعود، اسمعك. لو غيرت هذا الان غيرت المدرب، انت هناك خلافك على موضوع المال صح؟ نعم. المدرب الان اللي بيجي مجانا؟ طبعا لا، عقد جديد. لا لا وتحب عقد اكثر احنا دكتور. ايه؟ وانت تحب مدرب على مستوى تدفع. المدرب هذاك الان كان يعرف الفريق، وجيت انت لما جيت المدرب الجديد فكر جديد فلسفه عنده، حتى غير منديز. قد يكون ليما هذا لاعب جيد لكن منديز غير مع الفريق. لا دكتور مع المجموعه. دكتور نعم. طيب بس اوضح نقطه مهمه. انا يعني الكلام كما ذكرت على الهواء مباشره، يعني انا عندنا عيون هناك وصلوا لنا كلام. لا في غضب كبير من جمهور الوصل على الاداره، غضب كبير كبير. اعتذر للمشاهدين الكرام ولكن كما وصلني الخبر يعني انا اعتذر للمشاهدين الكرام. لما نخطا لازم نعترف بخطانا، ولكن الخبر انا وصلني ان موضوع كان شيء بسيط، ولكن أؤكد مرة أخرى للمشاهدين الكرام في غضب كبير من جمهور نادي الوصل على مجلس إدارة نادي الوصل بسبب النتائج. فكابتن أقول لك مع هو أصلاً تغيير المدرب كان قد تشوف دائماً اتخاذ القرار وأنت لما تجلس. أنا نذكر حتى نحن نذكر كنا في أيام نادي الأهلي وعملنا موسم أفضل موسم، كان أيام مهدي ورزاق وقدم فريق الثالث وأخذ كان يأخذ الكأس، قالوا بنجيب افضل مدرب من هذا المدرب ممكن ناخذ الدوري. جبنا نينوس من نادي الوصل وكان يا بطولات معروف، كنا بننزل لدرجه ثانيه. طيب فبالتالي انا اقول لك، وبعدين موضوع جمهور الوصل او اي جمهور تلقائي النادي اللي فيه جمهور كبير نادي جماهيري خسران من نادي نصر الديربي ما بينهم تلقائي بيكون وسلسله هزايم شيء طبيعي. طيب يعني كل الجماهير انا بس باخذ تعليق ولكن على عجاله ارحب بطبعا كابتن المعروف كابتن جاسم بلال، وايضا هو يعني محللنا في قناه في اذاعه ابو ظبي في نقل المباريات. كابتن جاسم ارحبك بدايه عبر الهاتف. شو اللي قاعد يصير في الوصل؟ قراءتك انت قريب للنادي وتعرف اخبار النادي وتعرف علوم النادي وتحب نادي الوصل اكيد، شو اللي قاعد يصير في نادي الوصل؟ ارحب فيك استاذ مسعود بدايه، وارحب بالكباتن اللي موجودين وارحب بالساده المشاهدين. بداية بس حبيت أتحمد بالسلامة للكابتن أحمد العكبري وإن شاء الله يرجع لأهله وناسه والمجتمع اللي يحبه إن شاء الله بالسلامة. اللهم آمين. وأبارك طبعا لجمهور النصر ومحبين النصر الفوز المستحق، وهذا لك لجمهور الوصل يستاهلون الفوز ويستعوض إن شاء الله. أعتقد مشكلة الوصل كابتن مسعود ما أعتقد أنها تختزل مع
موضوع الوصل في إقالة مدرب أو في إقالة عضو مثل ما يطالبون بعض الأخوة، مع كل الاحترام لأراهم وتقديرهم، لكن الوصل أعتقد يمر بمرحلة ومشاكل متراكمة من فترة. أعتقد إذا تكلمنا عن العمل الإداري، إذا تكلمنا عن العمل الفني، كل الأمور هذه أعتقد النتيجة اللي باينة قدامنا يمكن وجهة نظري المتواضعة أن السبب الرئيسي فيها هو العمل الإداري السليم المخطط المبرمج اللي المفروض يكون عليه فريق مثل نادي الوصل. طيب جاسم، فترة إذا تقول عمل إداري، فترة راشد بالهول 2007 و2008 كانت فترة يعني هي بتلم الدوري والكاس، يعني الثنائية المعروفة، ورجع راشد بالهول والعام كنا يعني العام كان الوصل يعني قوي جدا وفاينلين ووصل قريب لإحراز بطولة أو من 3 سنوات وأروبرين هذا العمل. يعني إذا بتكلم عن راشد بالهول نفسه، لأن بعد راشد بالهول ترى على فكرة أنا ما ذكر الترتيب، أحمد سعد، أحمد الفهد، مروان منبيات، عبد الله حارب، يعني هاي الأسماء مرت على نادي الوصل ولكن ما شفنا الوصل إلا في حقبة بالهول سواء قبل أو الآن. ثلاث سنين والعام 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 كان زين، شو اللي صار فيه فجأة هالسنة؟ كلامك صحيح واتفق معك. يمكن الأخ راشد بالهول الله يعطيه العافية طبعا والجماعة اللي موجودين معه، اعتقد وضع الثنائيه لما الوصل احرز الثنائيه، يمكن انا اذا بتكلم معاك بلغه المنطق الوصل وين كان قبل الثنائيه وين الوصل بعد الثنائيه. اذا انت تتكلم عن عمل ربما صادف بعض التوفيق، ربما صادف بعض الحظ مع عمل بسيط يمكن في الفتره، لكن العمل المنظم اللي اعتقد يكون مبني على استراتيجيه وخطط المفروض ان الفريق يستمر لاكثر من 5-6 سنوات منافس وبشكل دايم، انك تقدر تقول انا بنيت فريق. لكن لما تتوفق في مدرب معين او تتوفق في صفقه صفقتين وتعمل نتيجه لمده سنه واحده وبعدها تختفي وتغيب عن الساحه، ما اعتقد ان العمل هذا يكون منظم. النقطه الثانيه يمكن مثل ما تكلموا الكباتن، كابتن راشد عفوا الكابتن رودولفو اشتغل مع الفريق خلال السنتين اللي طافن عليه، لو الفريق كان ماشي بشكل نقول منظم كانت في بعض الامور وبعض النواقص يفترض ان الاداره كانت تشتغل عليها على اساس انها تكمل العمل اللي قام فيه المدرب. لكن اللي نتفاجئ فيه واللي شفناه نحن العكس، يعني اذا كانت امور تعاقدات مع لاعبين اجانب، اذا كانت تعاقدات مع لاعبين مواطنين، اذا اقاله رودولفو واحد من الامور ايضا السلبيه اللي اثرت في مسيره الفريق. كابتن انا يمكن بس بضرب لك مثل بسيط، العمل الاداري في نادي الوصل اعتقد يفتقر للهيكل السليم. اليوم تتكلم انا شخصيا ما اعرف بشركه كره القدم او اللجنه الفنيه او الى اخره، ما تعرف يعني الامور ماشيه بشكل نقول قرارات فرديه او ما ادري يعني الناس او الكباتن كيف يشتغلون. عندك نادي الشارقه وعيني بارده عليهم يعني عشان ما يقولون حسبناهم، اليوم نادي الشارقه اذا واحد بيسالني سؤال هل المستوى اللي ظهر في نادي الشارقه اليوم نتيجة حظ أو نتيجة توفيق وبس يعني؟ لا، أنا يمكن جوابي أنا أختلف مع كثيرين. الشارد اليوم ما شاء الله عليهم، العمل الإداري المنظم، الهيكل السليم، شركة كرة القدم اللي أسندت للكابتن محسن مصبح مع الجماعة اللي موجودين معاه في الشركة سواء الأخ إبراهيم صالح أو الأخ أحمد مبارك أو الأخ عبد العزيز محمد، أعتقد كلهم كباتن. ما أعتقد أن يعني ما يقدرون يتفقون على اختيار مهاجم او اختيار صحيح او اضافه او مدافع او اللي يضيف للفريق. فالامور يوم تتكلم بغض النظر عن نتائج الشارد، لكن انا اشوف مستوى نادي الشارد اليوم ما شاء الله، يمكن انا اكثر من 10 سنين اذا ما اكون مبالغ ما شفت الشارد يلعب بالمستوى المحترم الطيب هذا بشهاده كابتن جاسم المحللين. كابتن جاسم انا عذرا مجبور اني اقاطعك ولكن وصلت الرساله. انت رسالتك بتقول انه وين لعيبه الوصل، وين نجوم الوصل، وين اقطاب الوصل، وينهم لعيبه الوصل؟ يعني انت كل سنه عندك 6-7 لاعبين. صحيح صحيح. إذا منذ التأسيس. جميل كابتن، أنا شاكر لك هذه المداخلة واعذرني على المقاطعة ولكن لضيق الوقت أنا مجبور أني هذه المكالمة. شكرا جزيلا لك كابتن جاسم. العفو العفو كابتن. طبعا جاسم بلال أحد لاعبين نادي الوصل،
وعاش فترة ذهبية. الجميع يتكلم والجميع هني اتفق ان رودالفو هو المشكله، واعتقد ان كل اليوم الفرق تمر بمرحله انتقاليه. ما قدروا على راتب طالب وايد. انا اذكرك اذكرك ابغاك تذكرني بالعام. بكمل انا والله بخليك تكمل يا رياض. يقولون واحد من الاسباب انا بس انا صار شيء رديت علي كمل. شوف اليوم المرحله الانتقاليه في كره القدم لابد تكون مرحله انتقاليه، تغيير لاعبين اجانب، تغيير لاعبين مواطنين، تغيير مدرب يا كابتن رضا يا كابتن يا دكتور، فالامر للمرحله الانتقاليه امر طبيعي. كابتن ياسر يبقى في مدرب يبقى ومدرب يروح. المشكله مش في بقاء المدرب او ذهاب رودالفو، رودالفو جاء هناك عمل قبل رودالفو، رودالفو كمل عمل ياتي مدرب اخر. ما يصير ان يعني مو بالغلط انت ما تشوف غلط الاستغناء لا او عدم التجديد له. لا يعني تعارض دكتور وتعارض كل نادي يمر بمرحله انتقاليه وهذه مرحله طبيعيه. اليوم مدرب يكمل عمل مدرب، فهذه اذا اليوم احنا قعدنا وين المشكله؟ المدرب ما سوى شيء. رياض سمحت اذا من المشكله في جوده المدرب. رياض لا خلي المدرب يعني احنا اليوم كلامك سليم، خلي المدرب مرحله انتقاليه. كلامك سليم طبيعي. زين اين هي المشكله؟ المشكله في جوده المدرب اليوم. انت لا انت شو المشكله؟ وين المشكلة بتاع نادي الوصل؟ إدارية، لاعبين، المشكلة في الفريق السنة اليوم في الوصل. اليوم مش على اليوم، 10 سنوات. 10 سنوات ويني؟ تعال كابتن، أنت تتكلم عن عشر سنوات، الوصل 3 سنوات فريق عنده حضور، عنده تميز مثل ما قال النقلة اللي لما جاء راشد بلون. سنتين إلى 3 سنوات الوصل امر طبيعي موجود. ليش هدم هذا؟ ليش هدم؟ معلش ما اشتهدم الحين الان 6 مباريات، انا مقيم المرحله 6 مباريات الموجوده. ترى لماذا لم يكن موفق في 6 جولات؟ ممكن السؤال؟ ممكن هذا الجواب. شو الجواب؟ الجواب الحقيقي تراجع مستوى او هبوط مستوى الوصل. شو اسبابه؟ اسبابه واحد، خلينا نتكلم واحد. تفضل. جوده المدرب. اليوم انت تشوف تختزل المباراه كلها زين، في ضياع المباراه وفي ضعف الاداء، تلقى في الشوط الاول لاعب بثلاث ارتكاز وعنده فريق وجوده فريق جيد يستبدل بلا داعي ولا ترى الاخوان شو قالوا؟ قالوا انت لو ابقيت على اروبارينا افضل. اليوم انا اتكلم لك انتقدوا جوده المدرب. الاثنين ممكن شوف انا مرحله انتقاليه في فريق يبقى على مدرب في الخليج انت 4 سنوات ولا 5 سنوات في مرحله انتقاليه لاي فريق. يعني كابتن لو مدرب جيد غيره يعني؟ زين كابتن لو مدرب جيد صارت مرحله انتقاليه وانتهى. انتقاليه شو مرحله انتقاليه؟ انت اليوم في النادي الاهلي ما عندك مرحله انتقاليه. خلينا نوصل الحين شو انتقاليه؟ اصلا في المدرب جيد. انا بقول لك شو مرحله انتقاليه؟ ينافس على الدوري كمان. شو مرحله انتقاليه؟ الانديه المنتخبات السنيه تأتي عندهم. خلي المنتخبات السنية خلينا نوصل. ليش مرحلة انتقالية يا أبو عبد الله؟ ليش مرحلة انتقالية؟ مرحلة انتقالية المدرب ما قدروا يجددون عقده أو حتى لو ما بنت مرغبوا فيه. ما بنت تقول إدارة الوصل تتميز بفن التفاوض ولا لا؟ تتفق معي ولا لا؟ انتهى المرحلة. ما بنتهى. لن أعيش في رودالفو. لا عيش في المشكلة. ما عيش أنا. أنتوا تعيشوا. أنتوا تعيشوا. أنا ما عيش. أنا اليوم أنت احنا لازم نقيم أنت الوصل. أنت تتكلم يا أبو عبد الله. قاعدين على رودالفو. لا أنا ما بيارس على رودالفو يا أبو عبد الله. أنا أول مرة أشوف كرة قدم بدخل. أبو عبد الله. ياسر في مرحلة انتقال. أنت لاعب. ما خلنا سنة ورا سنة. مرحلة مختلفة. لحظة دكتور الله يخليك وأنت مدرب ترضى أن كل يوم في نادي كل سنة في نادي؟ شنو انت اذا مدرب ترضى كل يوم تدور على الانديه كل سنه في نادي؟ ما احنا خلينا نتكلم بالنسبه لي وجهه نظر كابتن الله يخليك. ما تكلمت انا لحظه واحده انا عندي معاه كلام كثير. ما انا كابتن خلينا نتكلم. مرحله انتقاليه قاعدين نسوي. رياض خلاص وصلت مرحله انتقاليه. ما انتقاليه رياض شوف المرحله الانتقاليه سامحني راهو تاريخ نادي الوصل نحكيه 10 سنوات سنتين تكون مرحله انتقاليه. كم من مدرب جاوبني على السؤال. 4 سنوات الوصل الحين في وضع طبيعي. طيب وصل لي مشاهدينا الكرام نتابع هذه الصور. نتابع هذه الصور مشاهدينا الكرام على الهواء مباشره. غضب الجماهير الوصلاويه على النتيجه طبعا يعني على خساره المباراه وايضا على اداء الوصل هذا الموسم من اول مباراه. نعم كان بدأوا المباراه بفوز ولكن الجماهير كانت متخوفه والجماهير كانت حزينه غير راضيه على اداء الفريق. طبعا كما تتابعون الصور الان
حزينين على هذه النتيجه، يعني كانهم كانوا عارفين ان الموسم ما يبشر بالخير. وصلت رسالتك؟ تقول لا ما كملت. قلت شو الاسباب؟ لحظه، شو الاسباب؟ اليوم الاسباب اسباب غير المرحله الانتقاليه اللي صارت في الوصل او جوده المدرب. طيب المشاكل الاداريه مع الادارات السابقه، اليوم الوصل خلال السنوات تبغي يصير زين، ادارته هادئه، بيئته جيده، مدربي بجوده حتى لو جوده طبيعيه تشوف شكله زين، لكن اليوم لا نختزل على نرجع الى هاي النقطه. الله يرضى عليك، خلاص اليوم مشكله الوصل داخل. لا ترجع الى النقطه. ما علي. المدرب هبوط مستوى اللاعبين كذلك، هبوط مستوى اللاعبين، هبوط مستوى اللاعبين الاجانب كذلك. زين كايو اليوم هل كايو ليما مستواهم نازل؟ اللاعبين مستائين ولاعبين المواطنين. بيئه الوصل اليوم مشكله، هم هذا سببين. بيئه الوصل مش قاعدين نلعب على روبينا كابتن. هبوط مستوى اللاعبين الاجانب، هبوط مستوى المدرب، جوده المدرب، المدرب واللاعبين كذلك. اللاعبين ما له. طيب اتفق في كلام، في طرحك اتفق 100%، وفي كلام لا بس بقول لك ليش. اي فريق كره بقول لك ليش. خلينا نسمع من هني ابو عبد الله. اسمع الله يخليك، بس الله يخليك. خلاص دوره يتكلم. انت في كثير من المرات تقول ووافقك الراي، اداره الوصل تتميز بفن التفاوض، صح؟ هذا الكلام طرحني ولا لا؟ كمل ياسر، كمل ياسر. تفاوضني على روبينا وتكلمني على روبينا. انا 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 بالنسبه لي ليش انتم تقعدون مشكله الوصل وين ياسر؟ ياسر ياسر ارجوك. مشكله الوصل وين؟ في امور كثيره، مثل في اداريه وفي فنيه. الاداريه اكيد اوافق ان في صراعات في بيئه الوصل. زين بيئه الوصل اللي يتكلم فيها هذا اوافق 100% ومعروفه حتى من خلاص الوصل. ما عليه لا كابتن، خلاص ما عليه ما في البيئه. ما عليه كابتن، خلينا نتكلم يا كابتن، بخليني اشرح بس اشرح. الله يخليك. صحيح انتهى الموضوع يا اخي، من الصبح انا ما تكلمت كابتن، انتم تكلمتوا ما قاطعت اي حد، الله يخليكم. عشان ما تشتتون الواحد في هذا بيئه الوصل. الشيء الاخر السوى شرخ بين الاداره وجمهور الوصل، واحنا نعرف تاثير جمهور الوصل. البارحه الشيخ بطي اشاد بجمهور الوصل وعارف قيمته، والشيخ بطي هو واحد من قطب اصلي معروف، من الاب الروحي. نعم. من الاب الروحي للوصلاوية كلهم، ووجوده امس او من يومين شاهد الجماهير كيف ردت. اذا هو عارف قيمه جمهور الوصل وهذا ما حد يختلف عليه، وانا ما بجامل جمهور الوصل. جمهور الوصل من اهم الجماهير الموجوده عندنا في 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 دوله الامارات. الشيء الاهم اليوم انا بالنسبه لي المفروض هذا الموسم يكون بنسبه 90% موسم الحصاد. الحصاد نعم لفريق الوصل وإدارة الوصل. أنا ما أنكر هناك عمل جبار من إدارة راشد بالهول في 3 سنين. أنت بديت في 3 سنين العمل اليوم القرار، وأيضا ظروف صعبة. ظروف صعبة بدأ العمل، بدأ السنة الماضية خلاص بدأ يبون لاعبين ووضحت الصورة بشكل جيد. هناك اختيارات جيدة من المواطنين، لكن المشكلة الرئيسية قرارين. الوصل بالنسبة لي ما كان يريد كثير قرارات. الأول شيل ودي قرار. كان بالنسبة لي وجهة نظر من المفترض أنهم يتوصلون الى اتفاق مع اروى بارينا، لانه مدرب يتمسكون فيه اكثر. عنده بعض الاخطاء ما انكر، في اخطاء. طيب. من المدرب، لكن كمجمل مدرب اشتغل ووصل لك فريق شرس وفريق وصل نهائيين. حل. مع مع, مع قدرات اقل من منافسينه. نعم. القرار الثاني ياسر. القرار الثاني الوصل ما يبالي تغييرات كثير ولعب كثير فيه، لا الوصل كان واضح الامور، كاسيرس برا ومحافظ على 3 لاعبين اللي هم مانديز وكايو وليما. صحيح. والتعاقد مع مدافع، مدافع صحيح. قائد مش مدافع بنفس جودة. انا هذا ما عليه. زين فاذا اذا القرارات التي اتخذت في نادي الوصل ما كانت بتقييم شامل. صحيح. وتقييم امين من قبل الاداره. الاداره لما تعمل بشكل جيد احنا نشيد فيها وما نقدر يعني عمل اي واحد. انت تضم صوتك لصوت يعني اللي قاله جاسم بلال، انه يعني لو كانوا يعني الموجودين اكثر في الاداره كلاعبين كره قدم اليوم في النادي لاتخاذ القرار السليم. اليوم رودولفو يا اليوم اخوي اليوم مسعود. الاداره اليوم انا تشكر في الاداره ما على الكابتن. احنا ما نشكر ما نشكر اليوم اليوم موسم هذاك يا ابو عبد الله. انا قلت لك كان يا ابو عبد الله فهم كلامي. وين استقرار ابو عبد الله؟ ابو عبد الله من رب سنتين ابو عبد الله استقرار يا ابو عبد الله. اسمع حميد يوسف بسرعه يا صاحبي. انا قلت اليوم انا اتكلم كان من الافضل، لان احنا نتكلم عن اداره الوصل اللي عندها فن تفاوض. بس احنا اصبحت المشكله كلها في لا 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 الوصل. لا جميع أنا جميع الشارع شرحت لك. خل الشارع حميد يوسف لقاء حميد يوسف خلنا نتكلم. عفوا ياسر اتابع لقاء حميد يوسف مدير فريق نادي الوصل نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتيجة مباراة اليوم
ما كانت متوقعة، وما انصفتنا في المباراة، يعني الفرص اللي حصلناها ما استثمرناها بشكل جيد، لذلك فريق النصر استثمروا الفرص اللي عندهم وسجلوا علينا أهداف. إن شاء الله يعني اللعيبة لغاية دقيقة تقريبا 80 قدموا اللعيبة مستوى رائع، خلقوا فرص كثيرة، وإن شاء الله أنهم يستمرون على هذا الجهد، وأنهم يستثمرون الفرص اللي حصلونها في المباريات. كابتن، تكلم عن الجهد، لازلنا نقابل لعيبه ونسالهم انكم انتم يعني اللي قاعد يسالك نفس السؤال المعتاد، وهم يردوا يقولون نحن نجتهد ونشتغل ونكرف ونحضر التمرين ونتدرب، ما حد راضي يحط ايدنا على الجرح، وين المشكله مع الوصل؟ السنه ما نسجل الاهداف، تسجيل الاهداف عندنا يعني العام من صاف الفرص نسجل، السنه حتى اللاعبين حاسين يعني حاسين انهم يضيعون فرص كثيرة، يحصلون فرص ويضيعونها. حد يتفق حد ما يتفق مع الكلام هذا، لكن هذا الواقع، يعني هذا شيء نحن نلمسه في الملعب، وإن شاء الله يعني اللاعب مع الوقت يستثمرون هذا الشيء، وحتى من تقل الأخطاء كذلك الدفاعية، لأن المباريات أحيانا تنتهي في جزئيات بسيطة. بعض الآراء تروح أن الوصل ما حقق أو ما استقطب صفقات في المواطنين في النص وورا، هل هذا هو بعد كذلك يعني ساهم عندكم؟ لأن المحترفين ما عليهم كلام، ما يختلف عليهم اثنين، ولكن هذه الاستقطابات قد تكون ما يعني ضرت بالوصل؟ الاستقطابات حسب احتياجات الفريق، يمكن تكلمنا في الموضوع سابقا حتى في قناتكم في بداية الموسم، أن اللي معروض من اللعيبة المواطنين يعني ممكن الوصل ما قدر يتفاوض وياهم بخصوص عقودهم العالية، هذا كلام واضح وقلنا بداية الموسم ما نتعلل بالحينة، وحتى المطروح قليل، لذلك ممكن بعد جولتين او ثلاث جولات جبنا اللاعب الاجنبي الكوري شارك اليوم، شفت يعني في مباراة اليوم، ما بالعله في يعني انك ما استقطبت، عندك لعيبه لعيبه مستوى، عندك يعني في خط النص عندك في الارتكاز عندك لعيبه ممتازين، في الهجوم عندك لعيبه ممتازين، لكن نتمنى ان يكون التركيز على في المباريات الجايه واستثمار الفرص اللي عندهم. سؤالي الاخير انقل لك يعني ما يقوله جمهور الوصل، جمهور الوصل واذا تسمح لي فيها بكل محبه انا اقول هذا الشيء، بود جمهور الوصل عتبان او خلينا نقول زعلان لاداره الزعل مع الاداره، ويقول ان المشكله في المدرب وفي الاداره، ما مدى يعني تقبلكم وهذاك يعيشكم في ضغوطاته، وليش الجمهور يعني لهالدرجه؟ احنا خوف الله جمهور الوصل ما نستغني عنه في ذلك، لكن ما نبغي نخلق مشكله مع جمهورنا، وفينا يعني يمكن قبل شوي قالوا لنا في احتجاجات موجوده في عند اداره النادي وكذا، اليوم نحن هاي نتيجه مباراه، ممكن تكون تفوز فيها ممكن تخسر، كل معرض لكل شيء، لكن مطالبة بإقالة الإدارة أنا سمعنا من تقريبا من ثاني مباراة، يعني هل أن تستسلم وتقول خلاص ترفع تستسلم وتقول لهم خلاص أنا ما أقدر أكمل، هذا نحن النادي اشتغلنا فيه وما زلنا نعطي فيه ونبذل أقصى جهد، نحن حالنا وحال الجمهور واحد، ما بنقول هذا لا مثلا انا افهم وهو ما يفهم ولا هو يفهم ولا لا، الامور هذه لا، نحن نتكلم عن بدايه غير موفقه للفريق بشرط عدم توفيق مثل ما ذكرت لك الاسباب السابقه، واذا في اشياء تغييرات وهذا في رئيس مجلس اداره موجود ونشوفه ان شاء الله. وضع المدرب كابتن مع النادي، الوضع المدرب ان شاء الله في الساعات في عقب خلال ساعه ساعتين بتبين الامور اكثر واكثر. شكرا كابتن، يعطيك العافيه. شكرا شكرا. اكثر ما يعجبني هدوء كابتن حميد يوسف، حميد يوسف على فكره جدا متعاون مع الاعلام وابدا ما يرفض الاعلام، بس بصعوبه تاخذ منه كلمه ولا يعني. ما يعطيك شيء حميد. بس صراحه هو يظهر وشغلته يعني انه يتحفظ على مثل المواضيع، واحنا قدر المستطاع نحاول انه
نطلع منه أخبار. نسمع مشاهدينا الكرام، الفرحة كانت كبيرة بالنسبة للموج الأزرق نادي النصر، فرحة جماهير نادي النصر وردود أفعالهم بعد الفوز الكبير وبالتحديد في ديربي بردبين. نتابع. قول لي دبي شلونها اليوم؟ أزرق. دبي شو؟ أزرق. ما شاء الله فايزين، فريقكم غير اليوم. الحمد لله والله. ليش تبي تغير بهالشكل؟ فريقكم ليش غير اليوم؟ ما اسمع. اليوم فريقكم ليش غير؟ ما اسمع. فريقكم ليش غير؟ بس دبي زرقاء. دبي زرقاء؟ زرقاء. زين وليش اليوم سوى الزرقاء؟ ليش اليوم فريقكم غير؟ ليش اليوم فريقكم متغير؟ ليش أداء؟ ليش كذي؟ شو اللي صار بالضبط؟ شو تغير عندكم؟ كل شيء تغير عندي. شو اللي تغير؟ إدارة، روح النصر، رجعت اللعيبة. ما شاء الله اليوم فريقكم غير. بسم الله. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذا الفوز. وكنا واثقين ان احنا بنفوز. واثقين؟ واثقين. قبل لا نبدا صرحت انا ان بنفوز. والحمد لله فوز. اليوم دبي شلونها؟ زرقاء. دوم ان شاء الله زرقاء، مو باليوم بس، كل يوم. شو السبب اللي خلاكم المرة هاي تغيرون؟ فريقكم شو صار؟ روح الفريق، عندنا فريق يعني. ايش رده؟ عشان الديربي؟ لا احنا اكبر بكثير من هذا الديربي. عيل هم يشوفونها ديربي، احنا ما نشوفها. ايش يشوفونه؟ فريق ثلاث نقاط ومشي حالك. يلا روح. اي شلونها اليوم؟ الازرق غامج، المدينه كامله زرقاء، خلاص ما في احمر ولا اصفر، ما في لون الا ازرق. الازرق. شو سويت اليوم في الفريق؟ اليوم ازرق. اليوم شو؟ ازرق. النصراوية شو؟ ازرق. رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات. تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب. تحلق بك إلى الأعلى لتسمر الفضاء وترى المستقبل. تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً بالأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. مع منصة مدرسة تتعلم وتكسب. سجل الآن واربح $1,000 يومياً. في الأسبوع السادس من دوري الخليج العربي، العين يقابل الجزيرة. دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. بطولة العالم الدولية لمحترفي الجوجيتسو. أبطال الإمارات حاضرون ليظهروا أفضل إمكانياتهم. مباشرة من مدينة العين، قمة الإثارة والتشويق في منافسات فنون الدفاع عن النفس. بطولة العين الدولية لمحترفي الجوجيتسو على أبوظبي الرياضية. كأس زايد للأندية الأبطال. الأهلي المصري يواجه الوصل الإماراتي في ذهاب دور 16. كأس زايد للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. الله.
تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل. قبل ما نفتح ملف فوز النصر، ولكن تحدثنا عن الوصل، لأن خبر الإقالة، إقالة الوصل يعني كانت على الهواء مباشرة، وصلنا الخبر يعني حزتها يعني الموضوع مدرب الوصل. لك تعليق على غضب الجمهور الوصلاوي؟ والله أنا لي رأي يعني في 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 الجماهير، سواء كان الوصل ولا كل الأندية في كرة القدم. أعتقد الجمهور له دور، واللاعبين له دور، والإدارة لهم دور، اللاعبين لهم ما يدور حواليهم، والجمهور للمتعة زين، وإدارة النادي لها كل شيء. أنا لا أؤمن أن جمهور زين يشن حملة، شيل المدرب، شيل اللاعب، شيل كذا، شيل كذا، وإحنا خلفه والله الجمهور يعبر عن استياء، من حقه يعبر استياء، بس مو من حقه أن يشارك في إدارة النادي. كثير من الجماهير في كرة الوصل يدير النادي، أنا ما أتكلم جمهور الوصل، أقول الوضع بشكل عام. الجماهير اليوم ليس هي صاحبة القرار، هي صاحبة المتعة والدعم، فيجب أن نكون واقعيين إحنا مع أدوار الجماهير، ولازم لابد أن إحنا نوجه الجماهير بطريقة صحيحة. شو أدوار ياسر؟ شو أدوارهم؟ شو واجباتهم؟ اليوم هناك جماهير تشن حمله، هناك رباطيات، هناك لا هذا مش واقع في كرة القدم. هذا عبد الله نتفق، هذا مش واقع. انا ما بطول اكثر عن دقيقه ما بطول. كل حد له دور، والجمهور شريك اساسي لاي نادي. نعم زين، شريك اساسي، بس شريك في القرار او شريك في الضغط على النادي في القرارات. اليوم عيل، شو حملات ابو عبد الله؟ شو خانه الاداره الموجوده اليوم؟ الاداره اللي تاخذ قرارات تتحمل قرارات، الجمهور عمره ما اخذ قرار، الجمهور يدعم محب. بس ما عندي وقت الامور هذه اللي جاي نتكلم عنها، بس ما ياخذ النصر قرارات. النصر بنفس المدرب، باداره جديده، وبنفس اللاعبين. نعم يعني شوف اليوم يفوز. اليوم استاذ مسعود، خلينا نقول اليوم كان كرنفال، نحن هذا اللي نريده في دورينا. اللي شاهدنا اليوم الوصل والنصر قدموا مباراه كبيره، في نوع من الاستمتاع، في نوع من يعني الروح القتاليه داخل الملعب، الاصرار، جمهور الفريقين في الملعب، هذا اللي احنا نريده. كان قبل المباراه لو تذكرت كايو لما قال انا ممكن اخسر من اي فريق الا نادي النصر. شوف الاثاره كيف، الله يكون في عونه. نفس الشيء لاعبين نادي النصر. اللي شاهدنا اليوم نحن نادي النصر كان غير اليوم، من الروح القتاليه، من الاراده، الاصرار، لان فعلا النصر قبل الدوري كان اعداده جيد. صحيح، اللاعبين المواطنين، استقطابات سواء الاجانب، خاصه لما المهاجم طول القناص للهداف كان يحتاجون لاعب هداف. فبالتالي انا اقول لك العكبري لما لعب اليوم اول مباراه يلعبها في الدوري، مش كاس يلعب، لا في الدوري وسجل العكبري، لا في الدوري. فبالتالي انت اليوم النصر اللي احنا شاهدناه، وما بين جمهور النصر، شوف كيف جمهور النصر متعطش من 32 سنه، فريق ما اخذ الدوري، الكل يريد بس خلي النصر يفوز مباراه مبارتين، بتشوف كل جمهور نادي النصر جميل، جمهور مخلص لجمهور نادي النصر، ممكن يحضر المباراه، ولكن الفريق يريد الفوز. انا اعتقد الاداره الحاليه هم يكملون الان عمل الاخرين، فبالتالي شاهدنا نحن اليوم كان شكل مميز، فريق النصر ظهر اليوم بشكل مميز، سواء مدافعين او لاعبين وسط او المهاجمين. الملاحظ لان شاهدت اليوم جميل خلال مباريات حوالي 70-80% من الاهداف من الكرات العرضيه. بسرعه ياسر. اكيد النصر يعود من الباب الكبير، نتمنى الاستمراريه، شاهدنا روح مختلفه، شاهدنا اداء رقم فرصه ليما الخطيره اللي كانت ممكن تكون نقطه تحول في المباراه، ترى 1-1 اذا سجلها 2-1 العامل النفسي ياثر، لكن الشيء الجيد هناك كان في عمل جبار خارج الملعب من قبل اداره النصر، من قبل قدام اللاعبين، من قبل جماهير الفريق. اليوم مباراه كانت جماهيريه، مباراه جيده في الملعب. النصر نتمنى أن يبني على هذه المباراة. الشيء المميز لي اكتشاف حارس جديد في نادي النصر. صحيح. في الضغوطات هذه شاهدنا ردة فعله، وقدر أن يأثر المباراة بشكل جيد. في أول مصافحة له مع فريقه الجديد، فاز شباب أهلي دبي مع أروى برينا، لقاء تفوق فيه ضيوف على فريق دبي الفجيرة بهدف دون رد، هدف محمد مرزوق في الدقيقة الثالثة كان كافيا ليضمن للفريق النقاط الثلاثة. شباب الأهلي دبي حل ضيفا بإمارة الفجيرة على فريق دبي في انطلاقة الجولة السادسة لدور الخليج العربي. الضيوف يخوضون هذه المباراة تحت قيادة المدرب الجديد أروى بارينا، والذي خلف المدرب السابق سيرا، ولم يحتاجوا لأكثر من 3 دقائق فقط ليزوروا شباك المستضيف.
المقنع محمد مرزوق يرتقي فوق الجميع ويحول كرة عرضية من دياز في شباك محمد الرويحي والأهلي يتقدم. وعلى عكس البداية السريعة للمباراة كانت باقي الدقائق أكثر هدوءا، وبعد مضي نصف ساعة كاملة شباب الأهلي يتناقلون الكرة بشكل هجومي رائع لتصل الكرة إلى أيوفي سددها قوية ولكن في الشباك الخارجية. دبا يحاول العودة للقاء ولكن دون جدوى، وشوط المباراة الأول ينتهي بتقدم شباب الأهلي بهدف دون رد. وكما كانت بداية الشوط الأول قوية من شباب الأهلي دبي، كان الشوط الثاني كذلك، وكادوا أن يسجلوا هدفا بكرة رأسية أيضا خرجت إلى ركلة مرمى. دبا يحاول مرة أخرى بكرة عرضية وبعدت إلى ركلة ركنية نفذت بشكل مثالي، وكادت النيران الصديقة أن تسجل التعادل لدبا. إسماعيل الحمادي يحاول برأسه مرة أخرى ولكن العارضة تتكفل بإبعاد الكرة قبل أن يتكفل القائم والآخر بإبعاد التسديدة القوية لأيوفي. ينتهي اللقاء بانتصار شباب الأهلي بهدف دون رد رفع من رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد دبا عند نقاطه الثلاث. طيب مشاهدينا الكرام، شباب أهلي دبي يفوز بهدف بدون رد على دبا الفجيره على ضيفا في دبا. كابتن، اذا بنتكلم مع رضا براوي شباب أهلي دبي، يعني انا اتكلم نفس السؤال سالته لسعادة عبد الرحمن ابو الشوارب، انهم وين عصاتهم السحريه انهم يفوزون من اول ما يستلمون؟ وين عصا السحريه ليه المدرب انه يفوز من اول مباراه اروبرين من الدقيقه الثالثه؟ لا لا، انا ما نحسبش رودولف اليوم عنده دور، لا 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 لا، نتكلموا بالمنطق. يعني اذا مثلا اليوم لو الاهلي شباب الاهلي نهزم معناتها سببه المدرب؟ لا، لابد ان نعطيه فرصه. صحيح الامكانيات والادوات اللي موجوده في شباب الاهلي غير الامكانيات والادوات اللي كانت موجوده في نادي النصر في نادي الوسط. هنا عنده عمل كبير رودولفو، ونعطيه 4 5 6 جولات وجاي توقف ان شاء الله بعد اسبوعين تقريبا، يقف الدوري باسبوعين او ثلاث، يحاول باش الفريق. انا بكل صراحه ما نكذبش عليك، الاهلي فاز، شباب الاهلي اخذ 3 نقاط، اخذ المهم من المباراه. ولرودولفو وللفريق في حاجه الى 3 نقاط مهما كانت الظروف، لكن كاداء وكاقناع ما زلت ومفيد النقاط الثلاثه المدرب 3 نقاط لكي يشتغل رودولفو والفريق شباب الاهلي يشتغلوا باريحيه. ونتمنى لهم التوفيق. دبا دبا ولا تبغى تعلق على شباب الاهلي دبي؟ اوكي، علق على شباب الاهلي دبي فعلا، يعني كلمني عن دبا بس بسرعه. فعلا زي ما قال الكابتن، يعني كان الفريق يحتاج الى فوز شباب الاهلي دبي بغض النظر الان كمستوى، مش مستوى كان لازم تفوز. وبعدين رودولفو غير في الوصل وغير في شباب الاهلي، هو قال من اول يوم قال انا يجب ان انافس على كل البطولات. هو الان اللاعبين الادوات اللي عنده في نادي شباب الاهلي مختلفه غير عن هناك، وبالتالي هو الان مطالب الان المنافسه على بطولات الدوري زي ما هو ما تفضل. دبا ولا دبا طبعا الشوط الثاني كان بشكل جيد ظهر، لكن دبا غير على المواسم الماضيه اللي انا يعني اكثر من مباراه خساره. انا اعتقد اللاعبين الاجانب يعني فتوحي والبخيط طبعا كان من المنتخب، لكن لنا الحين نحن نريد دبا فعلا زي ما قال كابتن العبدولي، مش دبا نحن اللي شكل المواسم الماضيه، اكيد في هناك في اشياء، ولكن في الشوط الثاني ظهر بشكل جيد. جميل، حتى مباراه النصر كذلك. مباراه بنياس والامارات كانت حماسيه حتى دقائقها الاخيره مشاهدينا الكرام، عرفت 6 اهداف كامله، واما النتيجه فكانت متعادله ب3 اهداف في كل شبكه. في مواجهة كانت بطولية ومجنونة بين الفريقين ليهدي سعد سرور قبل النهاية بدقائق نقطة للصقور. في الشامخة وفي مباراة الأهداف 6 والدقائق الأخيرة المتقلبة هنا وهناك، حضر مواجهة جهة بنياس والإمارات في المواجهة السريعة في كل شيء. فمنذ الدقائق الأولى حضر التهديف من جانب بنياس عن طريق كوتي بعد أن تلاعب في دفاع الفريق الأخضر،
معلنا افتتاح التسجيل. هذا الهدف لم يكن له أثرا إيجابيا مع تقدم عمر المباراة، فمن علامة الجزاء تعادل أهل رأس الخيمة عن طريق وليد عنبر الذي أعاد المباراة لنقطة الصفر. ومع بداية الشوط الثاني كان سعيد سالم في موعد مع التهديف عندما أجاد وضع هذه الكرة، إلا أن هذا التقدم لم يدم طويلا لتأتي الدقائق المجنونة، 3 أهداف في 10 دقائق. أحمد مال الله يدخل بديلا ويسجل في مرمى فريقه السابق بحماس وشغف، ويوسف جابر يرتقي برأسه ويقلب الطاولة على الإمارات. المباراة كانت باتجاهها إلى بنياس، إلا أن سعد سرور كانت له كلمة الختام، والذي أبى أن لا يخسر فريقه عندما وقع على هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لتخرج المباراة متساوية النقاط ومرضية للطرفين اللذين تقاسم نقاطهم. طيب ابدا مع رياض الذوادي بنياس، اذا تتكلم عن بنياس سرقت المباراه منه. بنياس اول الامارات بلا شك مباراه كانت ممتعه، وكل الجوله اصلا هذه الجوله صراحه ممتعه وحضور جماهيري، وشفنا جوله ذو نسق عالي واداء عالي ايضا. اعتقد ان اليوم بنياس اداء بلا نتيجه، خاسر نقطتين اليوم، المباراه اللي طافت ثلاث نقاط رغم الاداء الجيد. لكن اليوم اداء جيد بنياس؟ بكمل انا يا لا اليوم بكمل لك، انا بكمل اليوم ما في اداء زين، خلها اكمل اخر ربع ساعه يعني. خلها اكمل ذي، يمكن تتكلم بمنطق ياسر رايك ذي، لا معني رايي في واقع انت شاهدته اخر ربع ساعه بنياس كان ياسر جيد. ياسر رايك هذا، لما تقول لي بنياس اليوم اداء بلا نتيجه ما وافق انا، يعني مش وجهه نظر، انت شاهدت شيء تتكلم فيه يا ابو عبد الله. ياسر انت بتقول لا مش انا بقول رايك، بس اتكلم رايك لازم يكون مبني. ملك شو انا عجبته بنياس، يمكن هو اختزل المباراه في ربع ساعه. انت ممكن ياسر تقول شو الاسباب، بس لا 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 تلقي رأي، قول ما ألقي رأي بس المباراة يا أبو عبد الله ما كانت في ربع ساعة، بنياس ما بجيد اليوم، معلش بنياس ما كان جيد. أنا قلت اليوم أداء بنياس أيوة. أداء بنياس أيوة. جيد بلا نتيجة، كيف جيد يخسر بنياس؟ أنا أقول لك اليوم أنا ما قلت المباراة يا بنياس أداء كان ما خلتني أكمل. أتكلم عن شو إذا أداء عن شو يعني؟ أداء مباراة أداء بغرفة الملابس ولا أداء في الملعب ترى تتشاهد زين، ممكن بلا أداء عن شو يعني؟ ترى على المباراة أنا أدري دكتور، في شيء ثاني اداء عنده شيء ثاني زين اوكي اخلص تفضل اداء بنياس بالنسبه لي يصادرون رايك صراحه زين، لا اداء شو تكلم على واقع وجهه النظر. انا شو قلت؟ قلت اداء بنياس بلا نتائج، 5 نقاط خسرها، يعني انا قاعد اشوف اداء بنياس وحضور بنياس في المباريات جيد، لكن يتراجع في اوقات، عنده مشكله في اوقات، تحدث عنده مشاكل جزئيات في المباراه هي اللي طيرها. ما كملت انت قلت اليوم مباراة اليوم تأكد على كلامك يا رياض معاك صح صاحب عبد الله تعبته والله تعبت، حصل له مخرج هو طلع منه، فاعتقد ان بنياس بامكانه يقدم في المباراة نسق عالي وحضور جيد، لكن في الوقت نفسه على المدرب ان يعيد بعض القراءات اثناء المباراه، وخاصه امان ياسر واحد يبي بس انت حصلت لك مخرج مش رايك انت قلت اليوم اداء كان جيد في المباراه صح دكتور؟ اي قال لازم انت تقول جزء وتكمل، خل انت اذا تبي تعرف رايي ياسر خلنا نكمل رايي. انا اسمع لي الاخر، اسمع لي الاخر، عطى فرصتك. لا بس هو قال علق على الراي، علق على الراي ياسر، علق على الراي، ما كمل، ما قلت رايي. ابو عبد الله انت يوم احنا نقول بسم الله تدخل علينا ما نكملها زين. اذا المشكلة في المدرب لما يخرج اللاعب أورتيغا في نص الملعب يختل توازن الفريق من ناحية الأداء ويختلف الأداء. اليوم المشكلة الثانية واللي أساءت لأداء الفريق هو اللاعب البرازيلي اللي عمل أخطاء كبيرة سواء على مستوى الهدف الأول أو الهدف الثالث. أعتقد هناك أخطاء فردية، هناك قراءة غير صحيحة لبنياس، هناك أداء متفاوت بشكل جيد في فتره وفتره بس في المباراه. اعتقد الاخوان بشكل كامل الاخوان مش متفقين معك في الراي، وما بدخل في الجدل. لا 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 مو متفقين معك الراي، ما بدخل في هذا الجدل. الامارات ارجوك ما بتكلم عن الامارات، برد على في البنياس الثاني يا جماعه الخير. انا ما تكلمت اليوم اقل من 8 دقائق عندي. الامارات المواطنون من يصنعون الفارق، يعني اجانب
الى اليوم ما ادى بشكل ممتاز. جدا سعيد فريق الامارات مباراه متقلبه، المدرب قادري يشتغل على 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 اللاعبين والقدرات الموجوده حسب يعني اكثر ماكسيموم يقدر يطلع منهم. طلع بنتيجه جيده، كان خسران واحد تقدم 2-1 بعدين 3-2 في اخر دقيقه سعد سرور يسجل، سعيد سالم اكتشاف جديد المهاجم. الفريق الامارات استفاد من خصوصا اللاعبين المواطنين انا اتكلم، طيب. استفاد من كاس الخليج العربي. اما بنياس اتفق معاه في سوالنا سالفه كبيره في نقطه ان بنياس يلعب بالاسلوب الموجود امام الكبار، يعني عنده الكبار يعرف كيف يلعب معهم لانه يعطونه مساحة انه يلعب، لكن امام الفريق الاقل قدرات وشاهدناه مع الوصل مع الجزيره مع الوحده قدر يؤدي اداء ونتيجه مع عجمان ومع اليوم الامارات مو بشوم بنياس، لان المدرب يجب ان يعني يبحث عن حلول هجوميه. باختصار انا ممكن اسال سؤال؟ فضل. اليوم بنياس يصل الى المرمى لو ما يصل الى المرمى؟ سؤال يصل بس ضاع فرص لما ضاع فرص؟ بصعوبه ضاع فرص لما بصعوبه ما بنفس السهوله اللي يوصل معاها مع الكبار. بقول لك لما تشوف الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه في الفريق تعرف شكل الفريق معاك شكل أنا الفريق أتفق في الحالتين. اتفق امام الفريق ما عندي وقت ممكن في دقيقه تقول لي عن الامارات؟ أنا نحب نشكر الإمارات، نشكر الإدارة، نشكر المدرب على اللاعبين اللي شفناهم بصراحة، خاصة المواطنين على الإمارات والإدارة أن تراجع نفسها فيما يخص اللعيبة الأجانب بهالمستوى نتاع اللعيبة المواطنين الشبان هذوما والمستوى اللي قدموه اليوم من ناحية البدنية من ناحية التكتيكية. صحيح في أخطاء فردية، قبول 3 أهداف سواء من بنياس ولا سواء من نادي الإمارات، في أخطاء فردية على المدرب القادري والمدرب نتاع بنياس أن يصلح الوضع، لكن أتصور لو يتوفقوا في الانتقالات الشتوية في لعيبة أجانب أفضل من هذوما مع المجموعة نتاع المواطنين نادي الإمارات باش يفرق. نعم صح. آخر مباراة في جولة اليوم جماعة اتحاد كلباء بالفجيرة وفريق الإيطالي فيفياني تقدم، فريق طبعا المدرب الإيطالي فيفياني تقدم بهدفين لتأتي الريمونتادا وبطلها بن يطو ليكون الفوز بالثلاثية. ديربي الساحل الشرقي ذلك الذي جمع بين فريقي كلباء المستضيف وضيفه الفجيرة في لقاء شهد العديد من الفرص ومنذ البداية. الفجيرة كان البادئ بالتهديد، هجمة منظمة وصلت إلى بن يطو سددها ولكن كرته علت المرمى. فرقة الذئاب تواصل المحاولات وكرة خطرة لكنها كانت بعيدة عن الشباك. كلبا يرد على هجمات الفجيرة بتسديدة قوية لكنها كانت أعلى من اللازم. أصحاب الأرض نظموا صفوفهم شيئا فشيئا، كرة عرضية استقبلها عبدالله سالم برأسه والكرة ترتطم بالعارضة. النصور نجحوا أخيرا في هز الشباك، كرة عرضية متقنة يستقبلها تومي برأسه ويودعها الشباك. وبلقطة مكررة وطبق الأصل نجح كلبا في إضافة الهدف الثاني بالطريقة ذاتها، كرة عرضية مرة أخرى ورأسية أخرى من تومي ولكنها هذه المرة في الزاوية المغايرة ليتقدم كلبا بالهدف الثاني. الفجيرة حاولت تقليص الفارق والعودة للقاء ولكن التسديدة جاءت بعيدة كل البعد لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم كلبا بهدفين دون رد. شوط المباراة الثاني جاء بشكل مغاير، شوط فجراوي خالص. بدأ هلال سعيد برأسية قلص بها الفارق لصالح فريقه لتصبح النتيجة تقدم كلبا بهدفين لهدف. ومن ركنية أخرى وبهدف نسخة من الكربون نجح بن يطو في تسجيل التعادل بكرة رأسية أخرى لتعود المباراة إلى نقطة البداية. القائم الكلباوي يتكفل بإبعاد هدف ثالث للفجيرة، لكن هذه ليست كل الحكاية إذ نجح بن يطو في إدراك الهدف الثالث مترجما كرة عرضية أرضية وضعها في الشباك لينجح الفجيرة في قلب الطاولة وسط فرحة كبيرة من قبل الجماهير الفجراوية التي احتفلت بفوز فريقها وقلبه للنتيجة.
دكتور موسى، فوز الفجيرة اليوم مستحق الفوز. اليوم نحن اللي شاهدنا اليوم يعني فعلا ديربي ما بينهم، لكن فرق بين الرغبة والدافعية. فريق اتحاد كلبة كان مباراة شوط، دخلوا في غرفة الملابس الاسترخاء الذهني، دخلوا المباراة كان المباراة انتهت خلاص، لكن الدافعية عند لاعبين الفجيرة، الدعم نفسي هني اللاعبين كانوا هني دورهم، دور المدرب، دور كيف يعني فريق 2-0 والمنافسة اللي بينهم انه يرجع للمباراة، هني قوة الفريق. بنيطو بنيطو نحن نتكلم بنيطو كلاعب اجنبي يسجل صحيح. لكن انت شوف عندك لاعب هلال، هلال كم عمره؟ نحن ما نتكلم عن اسماعيل مطر نقول ما شاء الله عليه اعداد وكذا، لكن هلال اعتقد عمره يمكن 38 37 سنه ما شاء الله، لكن تقول شاب عمره في 20 سنه كمستوى فني ارتقاء عالي جدا سجل هدف، لا انا ما عندي هدف ما عجبني اللاعب، واللاعب خالد عبد الله الثنائي خالد عبد الله وهلال عبد الله النوبي اكثر من لاعب مواطن خلفان. لا سالم سيف الكره العرضيه، انا اعتقد الفجيره كان فعلا اعداد من قبل الاداره على رسم الشيخ مكتوم كان لهذه المباراه على اعلى مستوى، واتحاد كلبه كذلك من افضل الفرق في هذا الموسم. اتحاد كلبه رضا على فيفياني ان ينتبه، وان كره قدم مانيش باش نعطيه دروس، وان كره قدم تقريبا يعرفها اللي هي ساعه ونص، ما في مباراة تفوز فيها في شوط وتترك شوط، معناتها نكلم في فيفياني على أساس ما نحملوش المسؤولية، هو اللعيبة لهم دور كبير، لهم دور كبير، ما بالك أنت قاعد تخسر على ملعبك مثلا اليوم ضيعت 3 نقاط كانوا فيدك كانوا فيدك. يعني أنت قاعد تقول لي يعني شوية يعني كانوا ضمنوا أنهم يبقون في الدوري الممتاز مبكرا. أوافق الدكتور، الاسترخاء باني فايز 2-0 وعلى ملعبك وانا فايز عندي نقاط عندي مخزون نقاط، هنا تتحمل معناتها انا مانيش نحمل في فيفياني راهو، لكن هو يلزم يبلغ اللعيبه ويلزم يعرفوا اللعيبه، وانا المباراه بساعه ونص. اتحاد كلبه ياسر على العجاله، انا احمل فيفياني للمره الثانيه مباراه شباب اهلي دبي، تغييره هو اللي حجم الفريق واعطى اشاره للاعبين بالتراجع وفاز شباب الاهلي، مع انه كان بالامكان افضل ما كان، الفريق كان ينقل الكره بشكل جيد وكان اخطر من شباب الاهلي. اليوم تكرر نفس الشيء المباراه الماضيه، مباراه اليوم 2-0 الفريق لاعب بشكل جيد، تسجيل الاهداف من عن طريق الاطراف، توم يسجل بطريقه جيده، لكن المشكله الرئيسيه في التبديل ايضا، جوجاك كان واحد من اللاعبين المهمين، 2-1 دقيقه 67 2-1 سحب جوجاك، كان واحد من اهم اللاعبين اللي يمسكون الكره ملعب الخصم، ولعب شو؟ لعب مهاجم، ما لعب يعني امن مثلا أمن الوسط، فهني هذه المشكله يعني. يعطي اشار للاعبين رياض بالهجوم. اعتقد ديربي مميز صراحه من ناحيه الاداء، من ناحيه الحضور، من ناحيه الجمهور صحيح. الجميع استمتع باللقاء المميز. اليوم خلينا نشوف الورقه الرابحه، القوه الضاربه في وين كانت؟ في المهاجم تومي، وفي وين؟ بنيطو. الفرق هذه اللي تنافس على الصراع على البقاء، لما يجد مفاتيح الفوز المهاجم مسجل الاهداف ومسجل بس الاهداف، المواطنين كتب بعد كذلك جريء بكمل حالك زين، يختلف عن فريق الامارات اللي ما عنده اجانب، يختلف عن فريق دبي اللي ما عنده مهاجم يلا جميل دبل خلاص كمل بسرعه، دبل الفجيره اللي ما عنده مهاجم مميز، فاعتقد حضور المهاجمين بشكل ملفت النظر اليوم حلو. سجل حضور. في ختام حلقه اليوم مشاهدينا الكرام نذكركم بنتائج اليوم الاول من الاسبوع السادس من الدوري ومباريات الغد. وصلنا معكم مشاهدينا للختام، واعذرونا على اي تقصير. ياسر سالم شكرا جزيلا لك. مشكور يا مسعود. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك رياض. شكرا جزيلا لك دكتور موسى عباس. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. هكذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من جيم اوفر، نرجو ان نكون قد اتينا على كل تفاصيل الجوله من دوري الخليج العربي. تصبحون على خير.